مساء الخير عليكم وحلقة جديدة وإنبوكس. النهاردة معانا فقرات مهمة جدا وحلوة جدا فيها سفر، سواء سفر رمزي من خلال الكتاب وطبعا من خلال أيقونة الثقافة في مصر والعالم العربي، وتاني أهم إيفنت في العالم كله من حيث الثقافة والكتب وهو معرض الكتاب، أو السفر الفعلي بقى اللي هو نسافر برا، خبرات بقى، تفاصيل، قصص. الحلقة النهاردة مليانة، ولكن قبل ما نتكلم ونبدأ كلامنا في الحلقة خلونا نسلم على أصدقائي اللي موجودين معانا. سلم علينا ليه؟ ازيك يا عمر؟ عاملة ايه؟ سلم علينا ليه ثانية يا بيبي؟ متسلميش عليا ليه؟ ما تجريش ورا كده. يلا يا ماما يلا نقوم هو يكمل خلاص سفر. قلت احنا مش قلنا النهاردة هو سفرنا خالص. كنت متفقة معاه ان احنا مش هنتخانق. بص بيعمل ازاي؟ و ماشي. عامل ايه يا عمورة؟ عاملة ايه يا رحمة؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انتوا كويسين؟ بجد مبسوطه قوي ان احنا مع بعض النهارده. الحلقه دي بيبقى دمها خفيف، ده حقيقي. بعد انا ونوران بنضحك وانا بتفرج عليه طول الحلقه. طيب زي فعلا ما عمرو قال، يمكن الايام دي في حراك ثقافي قوي جدا، وده طبعا بسبب وجود معرض القاهره الدولي للكتاب، ويمكن احنا بنستناه كل سنه ومن واحنا صغيرين، حتى لو كنا بنروح نجيب القصص والكرتون والحاجات اللي كنا بنلون فيها وبنرسم فيها. هي بتبقى مناسبه وفعاليه مهمه جدا لتثقيفنا سواء واحنا صغيرين او احنا كبار. عشان كده هيبقى معانا في اخر فقراتنا احد المدونين المهمين جدا واللي بيعملوا باك ريفيوز على الكتب من خلال قناته على اليوتيوب، هو محمد شادي. هيتكلم معانا اكتر عن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وايه هي اهم الكتب اللي ممكن تفيدنا وتزود ثقافتنا ونقراها، وايه برضو الندوات والفعاليات اللي موجودة خلال معرض الكتاب. خلونا نتابع معاكم في اخر فقراتنا مع محمد شادي. الله انا اكسايتنج جدا. اكسايتد قصدي. طيب اما في فقرتنا الثانيه فعندنا قصه هاشتاج لطيفه جدا وانتشرت قوي قوي على الفيسبوك، وهو هاشتاج ما تغلطش غلطتي، واللي انتشر بالذات على جروب اسمه Travel Secrets Club، وهو بيتكلم عن الأغلاط أو الأخطاء الشائعة اللي بيغلطوها الناس أو بيخطئوها الناس في السفر. فطبعا بروح وخف الدم المصريين كانت بكل سخرية وفكاهة، وهنتكلم في ده بالتفصيل بعدين. وأنا برضو excited جدا. أنا عجباني الفقرة دي هو انا كمان قوي. ده احنا نضحك بس هنقعد نضحك على نفسنا. احنا كنا بنعمل ايه احنا مسافرين؟ وانا لازم احكي لكم اول مره برضو لما وانا هقعد اضحك عليكم واسمعكم واضحك عليكم. ليه تضحك علينا؟ ليه؟ مش عارف احنا بنضحك ولا ايه؟ لا جدا ده انتم مصدر طاقه ايجابيه في حياتي وفي حياه البرنامج. شو دي سبتنا ازاي؟ طيب الله يبارك لك. فقرتنا دلوقتي بقى من خلال كمان اطلاله معرض الكتاب بيشوف انه بيلقي الضوء على فنانين مصريين وربما كمان عرب احيانا اثروا في تاريخ السينما المصريه او الدراما. الحقيقه الملمح اللي كان موجود في معرض الكتاب واللي احنا هنتكلم عنه، وكمان معانا تقرير بعد شويه عن فنانه صعيديه جسدت دور المراه بقوتها، جسدت دور الام على الرغم انها ما كانش ليها تجربه فعليه في الحياه الحقيقيه، الا انها قدرت تبقى علامه من علامات الفن المصري وممثله قديره جدا كلنا حبيناها وكلنا ارتبطنا بيها. سوريا يوسف عطلة، او زي ما لقبها الفنان المسرحي زكي طليمات بمين؟ ثناء جميل. طبعا الفنانه القديره والعظيمه والموهوبه جدا الفنانه القديره ثناء جميل، رمز من رموز الفن المصري سواء في الدراما او في المسرح. عبقرية فعلا بمعنى الكلمة، وأسلوبها سلس وسهل جدا في التمثيل، وعلى الرغم من أن ثقافتها كانت اللغة الفرنسية وكانت أهلها دايما أو هم يعني تعليمها كان فرنساوي، إلا أن هي كانت بتتقن جدا أدوارها في التمثيل، منه الراية البيضة طبعا ما كانت طالعة المعلمة فضة، وكانت ست شعبية وعندها فلوس كتير وعندها عقارات وعندها محلات، إلا أن هي كانت قادرة تشرب الدور بشكل يعني عبقري جدا لدرجة ان احنا صدقناها، ولحد دلوقتي العبارات اللي كانت بتقولها في المسلسلات وافلامها بنرددها لحد دلوقتي. الخنزيرة ولا فاكر التمساحة ولا حمو هات التمساحة يلا، الحاجات دي كلها قد ايه كانت ثناء جميل علمت وأثرت فينا جدا الله يرحمها. طبعا الفيلم التسجيلي ده يمكن معمول من 4 سنين،
لكن في ناس كتير جدا احتفت بيه وبتحتفي بيه لحد دلوقتي. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الكاتب الراحل زوج الفنانه القديره الراحله سناء جميل لويس جريس دعمه جدا وانتجه، وكمان كان حابب يحوله لمسلسل حياتها، بيتكلم عن قصه حياه الراحله سناء جميل، وعلشان ممكن قصه حياتها سريه جدا ومؤثره وفيها احداث كتير جدا بتوجع. صح، بتوجع اي حد. انت عارفه ان هي يعني على الصعيد الانساني حياتها كانت مؤثره جدا. طبعا احنا هنحكي ليه هي كانت مؤثره جدا. يمكن كان اهلها كانوا رافضين ان هي تمثل، ان هي صعيديه واصلها صعيدي، كانوا رافضين فكره ان هي تدخل مجال التمثيل، لكن هي قررت وعندت وصممت ان هي تحقق حلمها، وفعلا مثلت بالرغم ده، واجهت قطيعة كبيرة جدا من أهلها لحد يوم وفاتها، ولحد ما توفت محدش من أهلها زارها خالص ولا حضر العزاء. وهي يمكن كمان وصت جوزها الكاتب الراحل لويس جريس إن هو يعمل لها نعي باللغات التلاتة، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، لأن هما لو مسافرين بره يقدروا يقروا النعي. ولكن فضلت جثتها في المستشفى لمدة 3 أيام ومحدش من أهلها زارها. وساعتها جوزها الراحل الكاتب الكبير لويس جريس قال إنه مصر وجمهورها هو كان أهلها. إحنا معانا تقرير عن حياة الراحلة القديرة الصعيدية سناء جميل، نطلع نشوفه معاكم ونرجع نكمل كلامنا عن الجميلة سناء جميل. الحقيقة زي ما قلنا في الندوة انه مدام سناء يعني تجربة سرية جدا الحقيقة، ومادة غنية جدا يتعمل عنها افلام مش فيلم واحد. حاولنا بس ان احنا نرد جزء من تقدير لمشوارها، واعتقد ان احنا نجحنا الحمد لله، بدليل ان الفيلم بقاله 4 سنين بيتعرض اهو لغاية دلوقتي. يعني كان معنا 3 توفاهم الله: الاستاذ لويس جريس، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، استاذ جميل راتب، ومعنا طبعا مدام بوسي، الاستاذ شريف عرفة، استاذ طارق الشناوي، منى زكي، دكتور سمير فرج مدير التصوير. واعتقد ان كلهم اجمعوا يعني على موهبة وحب ودعم سناء جميل للمواهب الجديدة طول الوقت كمان، وده اللي قالته منى زكي كمان في الفيلم، ان هي ساعدت مواهب كتير في بداية حياتهم، زي شريهان مثلا، سعاد نصر الله يرحمها، ويمكن الناس كتير من اجيال. انا عندي محاضره كامله لمدام سناء ايام ما كانت بتدرس في معهد فنون مسرحيه، كان فيها هاني رمزي وبعض من النجوم الشباب اللي هي كانت بتشوف في حد تشم فيه بس ريحه الموهبه، كانت بتجري عليه تدعمه. زي ما حكى لنا استاذ لويس جريس انه كان الهام شاهين وقتها محافظ الالقاب طبعا للجميع، كانت لسه فنانه بدأ حياتها، ومدام سناء شافت لها مشهد في فيلم او مسلسل عجبها جدا فاتصلت بيها على الفور، كلمت حد من الصحفيين بحكم علاقاتها يعني، جابت رقمها وكلمتها على الفور، قالت لها انه هي عملت دور حلو جدا. اصل مدام سناء الكلام عنها لا ينتهي، وزوايا الابداع متعدده، فهي اختارت زاويه. طبعا ما قالتش كل الزوايا، بس في النهايه انت امام زمن بيحكمك، فما اقدرش اقول سوى انه لو حد يسال هل ممكن نعمل فيلم عن مدام سناء؟ ممكن نعمل فيلم كمان. هي يعني المعين لا ينضب من انه سنجد الجديد والمتوهج عند سناء جميل. عجبني اللي قلت عليه في الندوة انه كسر فكرة البرنامج انه عمل فيلم، لان احنا اسرى مع الاسف انماط بقت سيئة جدا انها بتحيل الفيلم الى برنامج. الفيلم التسجيلي اصبح برنامجا. لا روجينا برغم انه تجربتها وخبرتها قليلة، لكن قدرت تتجاوز ده وعرفت عمق السينما. فهناك فشايفين سينما مش برنامج. قد ايه الشخصية الوحيدة اللي قال أسامة أنا العكاشة انها تجاوزت خياله كانت فضل بعدوي، كما قرأتها وأدتها مدام سناء جميل. الفنان الكبير عادل إمام وصف الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل بأنها عظيمة ممثلات مصر، وأعتقد أن
الاسم كافي لوحده. طبعا الفيلم ده معمول في حب الفنانة القديرة سناء جميل، اللي نقدر نقول لو عرفنا زي ما كانت بتحكي لنا نوران، بس طبعا هنعرف اكتر التفاصيل. قصة حياتها عاملة زي زهرة الصبار، اللي قاست كتير وتعبت كتير وصبرت كتير جدا، وعانت من قطيعة كبيرة جدا جدا من أهلها، وده كان وجعها لآخر أيام حياتها. يمكن كمان أربع أفلام من هي تقريبا بحسب بعض المواقع الفنية بيقولوا أن أدوارها أو الشخصيات اللي جسدتها عدت 180 شخصية ما شاء الله على مدار حياتها. من دخولها الوسط الفني، خلينا نقول من 1930 ل 2002، من ميلادها لآخر عمرها في 2002. يمكن كانت بدايتها مع بداية ونهاية الرواية الشهيرة لنجيب محفوظ اللي تحولت لفيلم من خلال دور نفيسة، لكن أثرت فينا بقى بأفلام ومسرحيات ومسلسلات إذاعية وتلفزيونية. يعني الحقيقة تاريخ كبير جدا ما بين بقى خالتي صفية والدير الملحمة الدرامية الرهيبة، ساكن قصادي الدور الكوميدي اللي كانت طلتها فيه مختلفة، شخصية قوية جدا تطل علينا الطلة دي، الزوجة التانية وضحك الصورة تطلع حلوة يعني. لكن الأبرز كانوا أربع أفلام من ضمن أفلامها، طبعا أربع أفلام من ضمن أفلامها دخلوا قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد عام 96. انت عارف الحلو قوي في القديره سناء جميل، ان هي كانت فعلا بتعرف تشرب الدور، سواء كان كوميدي كانت بتتلون او تراجيدي كمان. بتتلون اللي هي هتعمل دور كوميدي زي ساكن قصادي، كانت فعلا عبقريه فيه، وكان دمها خفيف، ويمكن المسلسل ده كان من احلى المسلسلات الكوميديه العائليه للاسره. الفيلم بداية ونهاية، يمكن الدور ده كان معروض على الفنانة القديرة فاتن حمامة، وهي فاتن حمامة رفضت الفيلم ده، وكان دور هو بداية، يعتبر بداية مشوار سناء جميل الفني، وقد ايه هي تميزت فيه لدرجة ان بدأ يتعرض عليها ادوار كتيرة جدا وادوار مهمة. الزوجة التانية كانت ابدعت فيه بشكل غريب، انت تحس ان هي ست فلاحة فعلا، مرات عمدة تصدقيها. فأنا عجبني فكرة الندوات أو الندوة اللي اتعملت لها في معرض الكتاب، لأنها تستحق ده جدا. ويمكن هي فعلا من 2002 فرقتنا، لكن لحد دلوقتي لما بنشوف أي دور ليها في فيلم أو مسلسل بنفتكرها فعلا، وبنبسط قوي قوي ان احنا كان عندنا ممثله قديره زي دي. وشهاده الفنان الكبير عادل امام فيها فعلا ان هي عظيمه ممثلات مصر، دي حقيقه. وبرده لما الفنان احمد زكي عرض عليها اضحك الصوره تطلع حلوه، يمكن كان هو شايف ان هي اكتر واحده تبقى جديره بالدور ده. في بعض المقولات كمان بتقول ان هي اللي كانت عايزه تمثل مع احمد زكي حاجه او عايزه تقدم معاه حاجه، هي يا رحمه كنت تشوفيها في دور تحس انها ام عايزه تترمي في حضنها وتطبطب عليك، وتشوفيها في دور تاني يعني دور الزوجه الثانيه مش عارف. مش حاجة ما تلاقيهاش ممثلات كتير يعني، ما تلاقيهاش فنانات كتير خالص. ان يعني تحس ان دي ماما يعني، دي حد اعرفه، دي حد انا مصدقه. كمان عايزه اقول لكم ان زي ما قالت نوران في الاول، سنه 2002 اتوفت ورحلت عننا الفنانه القديره سناء جميل، وكانت طالبه من زوجها ان هو يستنى، حتى لو حصل لها حاجه يستنى شويه لحد ما اهلها يجوا، على امل طبعا ان اهلها يجوا. بس للاسف شديد الفنانه القديره فضلت في المستشفى 3 ايام من غير ما تدفن، مستنيين على امل انه اهلها يجوا، ما حدش حضر العسى. وعايزه اقول لكم برده ان جوزها طبعا برده اللي رحل عننا والله يرحمه جريس، عمل انعي بثلاث لغات، وجثمانها فضل في المستشفى 3 ايام زي ما انا قلت لكم، وقال في الاخر ان كل المصريين اهلها وناسها، وكل المصريين هم عائلتها. الله يرحمها. الله يرحمها. انت عارفه كمان ان قصه جوازها من الكاتب الراحل لويس بريس كانت حلوه قوي، كانت قصه حب. يعني هم اتقابلوا في عزاء لصحفيه متدربه في صحيفه او جريده رازل يوسف، وكانت طول القعده عماله تغلط في اسمه، بتقول له يوسف وهو اسمه لويس. فتقريبا يعني الكلام هما الاثنين بيتكلموا مع بعض، انجذبوا لبعض في الكلام، بالرغم ان هي بتغلط في اسمه، هو مش عارف يعني هي من ديانته ولا لا. لحد ما اديت له رقم تليفونها، وبعد كده قالت له كلمني خلينا نتكلم بكره يعني. وفعلا كلمها، ومن كتر ما هو قاعد بيشايف ان هي بتتكلم زي يعني زي المسلمين عادي، كان فاكر ان هي مسلمه وهي فاكره ان هو مسلم. ولما اتعرفوا على بعض واكتشفوا ان هما من ديانات واحده يقدروا يتجوزوا، اتجوزوا وحبوا بعض، لكن قرروا ان هما ما يخلفوش عشان اهل يعني اولادها ما يعانوش من قطيعه اهلها.
لانه هي خافت بعد ما ترحل او بعد ما يعني هي وجوزها ما يبقوش موجودين تتأثرتي او الولاد ما يتعبوش قوي من فكره انه اهلها صعيده وان هم مقطعينها فاكيد هيقطعوا الاولاد او هيتعاملوا معاهم بطريقه قاسيه جدا فعشان كده ده كان قرار يمكن كمان في نهايه حياتها في الاخير كانت قالت امنيه وصلتنا ربما تكون حقيقية بنسبة كبيرة قالت إنها كان نفسها تبقى تكمل خياطة وتخلف أولاد كتير علشان تحس بإحساس الأمومة اللي هي اتحرمت منه في الأخير قصص حياة الفنانين ما بتبقاش ليهم لوحدهم بيبقى إحنا لينا كجمهور نشوف القصة نطلع عليها ناخد منها ربما عظة ربما نترحم عليهم لكن مهم جداً تكريم الفنان القدير الجميل وهو حي لأن دي بتفرق معاه جدا وبتفرق معنا احنا كمان كجمهور وبتديله دفع ان احنا نشوف فن منه كمان وكمان الراحلة سناء جميل ما كانتش مجرد فنانة أمتعتنا وبكل ما تحمله الكلمة من معنى وبكل الزوايا الفنية وبكل أعمالها هي رحلت صحيح لكن أعمالها لسه باقية معنا هنخرج لفاصل ونرجع نكمل فقرات إنبوكس خليكم معنا ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم فقرات إنبوكس طبعا في ناس كتير جدا عندها مواهب متعددة بس في ناس مدمنة سفر أو أكتر حاجة بتبسطها في الحياة إن هي تسافر وتكتشف بلاد تانية بثقافات تانية بأكلات تانية بلغات تانية بس للأسف بتحصل ساعات أخطاء أو مثلا بتحصل مواقف مش حلوة في السفر نتيجة جهل من اللي بيسافر للبلد أو لعاداتها أو لتقاليدها فعلشان كده إحنا بننصح الناس يدخلوا يقروا شوية على البلاد اللي قبل ما يسافروها أسألكوا أنتوا الأول والنبي حصل معاكم مواقف كده تنسوهاش في السفر بتحصل بس كنت بتحصل طبعا اكيد انا حاسه بيكي عندك حكاوي كتير يعني بالذات في اوروبا لما بتطلعي سلم الكهرباء بتاع الاندر جراوند او اللي هو مترو الانفاق بيبقى دايما الاجانب متعودين هو ضيق بس هم معودين نفسهم ان في ناحيه اليمين الحركه السريعه اللي عايز يطلع يجري مش لازم يستنى السلم الكهرباء يطلعه وفي ناس اللي تبقى عايزه تقف فاحنا لما بنسافر كمصريين انا كنت سافره مع جروب صحابي يعني فانا كنت ملتزمه والله بالجنب اللي الناس كانت واقفه فيه لان ما كنتش قادره اطلع على اجري يعني فكان معايا صحابي واقفين في الحته اللي الناس بتجري فيها فلقيت ست اجنبيه عجوزه كده مكشره بتخبط على ظهر صاحبتي بتقول لها اكسكيوز مي بعدي دي كيف بالظبط ذس از نوت يور لين يعني اللي هو مش دي اللين بتاعتك اللي انت المفروض تقفي فيها فطبعا بصيت لها بطريقه اللي هو يعني انت مش فاهمه حاجه وقد ايه احنا عشوائيين مثلا في حركتنا في مترو الانفاق طبعا ده اختلاف ثقافات دي حاجه مثلا اتعلمناها انه بره الناس بتحترم فكره انه اللي عايز يجري واللي عايز يقف دي حاجه مثلا الحارات بتاعه العجل هناك طبعا انت عارفه ان في حاره للعجل في حاره للجري في حاره الناس تمشي عليها انا بركن فيها لو هناك لا اركن العربيه عادي جدا انت لو مشيتي على حاره العجل انت بتبصلك بصه وحشه قوي اوكي مواقف طيب لا مش هسالك الحمد لله يا رب وزي ما قلت لكم لا ليه عايز اساله لو عنده مواقف انا بقى انا براحتي اتكلم في الموضوع اللي انا عايزه ليه بصوا يا جماعه هو بص الطريقه دي بتاعت تحس حاسه ان فيها حاجه معلش يا جماعه معلش طب سيبيه يتكلم يا اتكلم انت بتحبي كلمه معلش انا عارف ليه طب عارف مهم لا خلاص كنت هسالك سؤال معلوماتي في جروب على الجروبس كتير على السوشيال ميديا في جروب منهم اللي هو موضوعنا النهارده اللي انتشر عليه هاشتاج معين مش هتكلم عنه قبل ما اتكلم على الجروب الاول قرر انه كل حد عنده تجربه في السفر يكتبها في الجروب دي كانت بدايته فعلشان الناس تتعلم من تجارب بعضها شويه شويه انتشر هاشتاج من يومين او ثلاثه فكره ما تغلطش غلطتي الجروب اسمه ترافل سيكريتس كلاب الهاشتاج ده انتشر بشكل رهيب جدا كل الناس بقى تتكلم بقى عن اخطائها في السفر وبما ان الجروب اكتر انا عاجبني الجروب ده فالموضوع بقى دخل انا فيه اصلا بجد والله لا طب انا مش هتكلم بقى لا كملي بقى قولي لنا بقى اللي بيحصل انا في بقى. انا في وقت بس كده لما بيتكلموا المواقف اللي بتحصل لهم بيتكلموا على اتكلموا على تونس كذا مره ونزلوا صور تونس وكده في حاجات كتير بتبقى عيب مثلا في بلاد كتير جدا فبيقولوا في حاجات بتبقى غريبه وفي حاجات بتبقى عاديه يعني فاهمني يعني مثلا في تونس لو قعدت في كرسي في ظهر وانا اتكلمت على قبل كده هنا في انبوكس
وديتك ظهري وانا قاعده عيب عندنا، فاحنا هنا في مصر ما عندناش ان هو عيب. ففي حاجات كتير فاهمني احنا عندنا. لا يعني مش فاهمه تدي له ظهره ظهرك ازاي؟ يعني مثلا احنا قاعدين مع بعض وفي تلفزيون عايزه اتفرج على التلفزيون، خدت الكرسي بتاعي وقعدت وديتك ظهري، ده عيب عندنا جدا على فكره. عندنا في الصعيد عيب جدا. انا بتكلم عن الجمهوريه المصريه. انا بقول الحاجات المشتركه اللي ما بين الصعيد وبين طبعا ما احنا كلنا واحد والله العظيم كلنا واحد. طيب من ضمن الحاجات اللي فعلا الجروب ده عملها والهاشتاج ده طلع بسببها، مثلا لو اتكلمنا يعني عن المواقف المضحكه، البقشيش في اليابان، فكره ان انت تدي تيبس او بقشيش دي مش معروفه بالنسبه لهم، لان هم في الاخر بيكتبوا انه الويترز والعبال بياخدوا فلوسهم كامله جدا وبيقبضوا مرتباتهم اخر الشهر كامله، فانت مش محتاج ان انت تدي فلوس او بقشيش. يعني معنى كده انه التيبس في اليابان دي حاجه عيب. وفرنسا، فرنسا زي تونس بالظبط، موضوع ان هم ما بيتكلموش على الشيك، يعني ما بيتكلموش على الفلوس لما بيخرجوا جروب مثلا صحاب ورايحين يتغدوا او ياكلوا او في اي مكان، ما بيتكلموش على الفلوس السيبريت تشيك ده، الا لو المبلغ كبير قوي ممكن يجيبوا السيبريت تشيك. يعني وحش انه انت تطلبي سيبريت تشيك. بس لو انا مثلا قعدت اتكلم على الفلوس او قعدت مثلا بص في المنيو بشوف الحاجات الغاليه والرخيصه وكده، بيعتبروها قله ادب، بيعتبروها حاجه مش حلوه خالص. طيب ممكن نشوف اكتر او نعرف اكتر عن اللي بيحصل على الجروب من خلال مؤسس الجروب المهندس بهاء فاروق. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور، اهلا وسهلا. منورنا يا فندم في انبوكس. اهلا وسهلا، متشرف بيكم والله. ربنا يخليك يا رب وتسلم ايدك. الجروب جميل قوي، يعني فكرته حلوه جدا. جميل بيكم والله. الجروب جميل بالاعضاء اللي فيه. لو اتكلمنا في الاول نعرف موضوع الهاشتاج ما تغلطش غلطتي، بدا امتى وطبيعته ايه على الجروب؟ طيب تمام. هو احنا الصراحه احنا الجروب طبعا اصلا مختص بتجارب المسافرين حول العالم. يعني اي حد بيسافر لاي دوله بالعالم بيرجع بيحكي تجربته، بيحكي ايه المميزات وايه العيوب، بحيث ان هو يعرف الشباب كتجربه تفاعليه مع كل اعضاء الجروب. فكل فتره بنحاول نعمل هاشتاج او ترند جديد او مسابقه نخلي الناس تطلع حاجات واسرار اكتر من عندها، لان هو اصلا الجروب اسمه ترافل سيكريتس، فيعني على اسرار السفر. اسرار السفر بالظبط. فعملنا هاشتاج اسمه ما تغلطش غلطتي، ان اي حد سافر لرحله خارج مصر يرجع ويقول لنا ايه الغلطه اللي عملها في الرحله، علشان الناس الثانيه تقدر تتعلم من غلطته دي وتحاول ان هي ما تقعش فيها. فالموضوع بقى قلب، احنا فوجئنا طبعا بكم التفاعل الرهيب والمواقف اللي بتحصل للناس بره، ما بين مواقف كوميديه ومواقف ماساويه ومواقف ممكن تودي في داهيه وتخسر ناس فلوس، ولكن الحمد لله يعني الناس كلها كسبت معرفة معلومات مهمة جدا ان هم يعرفوها قبل ما يسافروا بسبب تجارب الناس دي كلها. طيب استاذ بهاء، ايه ابرز الاخطاء اللي شفت الاعضاء في الجروب بيكتبوها؟ يعني ايه ابرز الاخطاء اللي عملوها الناس في السفر؟ طيب تمام. طبعا هو كان في حاجات كتيره جدا، في حاجات ممكن تكون بديهيه لبعض الناس وفي حاجات ثانيه ناس بتفاجئ بيها. ديت اول تجربه، زي مثلا ان حد يدخل يحجز تذكره طيران الساعه مثلا 12 الظهر او ما ياخدش باله هي 12 الظهر ولا 12 بالليل. ايوه صح، فيروح المطار تاني يوم يلاقي الطياره طلعت اصلا. انا مره فوتت طياره عشان 12 بالليل و12 الظهر دي بالظبط. فبتحصل لناس كتير ان هم ما بيكونوش منتبهين في التيكتس مثلا، التذكره بتقول بالظبط. الحاجة التانية، ناس كتيرة بتروح المطار ما بتبقاش مقدرة الموعد بتاع التشيك ان امتى، فبيروحوا اصلا بعد ما الطيارة، يعني يكونوا يقولوا طب ما فيش مشكلة نروح بقى قبل ساعة او قبل مش عارف 45 دقيقة، كأنه هيركب باص عادي. الكاونتر قفل بالظبط كده. والمشكلة التانية، ناس بتبقى بقى بعد ما بتختم جوازاتها كمان في الفترة اللي هي بتاعت ان هو التشيك ان انه خلاص هيطلع على الطيارة، يروح يتفرج على المطار والكلام ده وما يكونش واقف عند الجيت، عقبال ما يروح الجيت يلاقي برضه الطياره طلعت وخلاص قفلوا الجيت ومحدش يقدر على الطياره. تبقى دي اكتر حاجه ممكن توجع قلب واحد. تخيلي. يا نهار ابيض. والله، والطياره بتطلع فعلا وخلاص الموضوع انتهى، مش هيرجعوا له الطياره مره ثانيه. احنا عايزين نعرف حاجات كوميديه بصراحه، يعني عايزين نعرف ايه اكتر حاجه الكوميديه بقى طبعا يعني. الناس اللي بيخلوا مثلا، يعني واحد منزل صوره لمراته وهي مصوراه، واخطاء الناس بقى اللي بتصور، يعني تلاقيها هي مصوره كده من بعيد وطلعها ناس تانية خالص اصلا في الصوره وهو مش موجود في الصوره، وبيفاجئوا بالكلام ده بعد ما بيرجعوا.
او واحد مثلا يكون طالع مثلا زي باراسيلينج ولا حاجه واخد معاه الموبايل وبيتصور وهوب يلاقي الموبايل وقع منه في الميه. يا فبتحصل والله الناس اللي بتلعب بقى مع القرود بالذات في دول شرق اسيا واللي القرود بيعملوا فيهم ويهجموا عليهم وياخدوا منهم حاجاتهم، فطبعا مواقف من دي كتير. طيب القرود بتاخد منهم حاجتهم؟ مش قرد. طب استاذ القرود ده هم بيتجمعوا عليهم لو معاهم اكل لو معاهم موبايل اي حاجه بتلمع يخطفوها ويطلعوا يجروا بقى والشاطر اللي حصلهم بعد كده. طب استاذ بقى سريعا كده تنصح الناس بايه عشان يتجنبوا الاخطاء دي قبل ما يسافروا سواء هما في المطار او بره في بلد طيب مختلفه؟ تمام. اول حاجه قبل ما يسافر طبعا لازم يبقى متاكد من درجات الحراره والطقس في البلد الدوله اللي هو مسافرها، لان حرام ان هو يسافر بلد ويلاقي مثلا في الفتره اللي هو مسافرها كلها امطار وسيول وتضيع عليه الرحله لانه مثلا مش عارف ان هو يستمتع بالاجازه او العكس. صحيح فعلا حصلت بالظبط، حصلت لناس كتير ان هم بيروحوا وطبعا مثلا هو رايح على انه هينزل البحر وبتاع يلاقي الدنيا كلها امطار والدنيا مقلوبه فالاجازه تضيع منه. الناس المحظوظه الناس المحظوظه. مهندس بهاء فاروق مؤسس الجروب احنا بنشكرك شكرا جزيلا وتحياتنا لحضرتك وتحياتنا لكل اعضاء الجروب بالتاكيد. لكن اكتر حاجه رحمه عجبتني بعد بصيتك دي يعني في الموضوع في الجروب. لا انت عارفه انا بفكر في ايه؟ في ايه؟ في القرود. اقسم بالله العظيم وعماله بفتكر فيديوهات كده بتضحك في دماغي. انا حاجات في حاجات بتحصل في دماغي مالناش دعوه. انا اكتر حاجه ضحكتني الناس اللي ما بتقدرش تسافر على الجروب، اللي داخل يقول لك انا اخر جمصه، واللي داخل يقول لك انا يا دوب مرتبي بيعمل مش عارف بالعافيه. لا انا ضد بقى الموضوع ده. اي حد ممكن يسافر، اي حد ممكن يحوش وممكن يسافر. وفي تسهيلات كتير جدا ممكن هم ممكن يسافروا، بس هم بيقولوا ايه؟ هم داخلين بده اللي هو عايزين كوميكس بيضحكوا يعني هم كوميكس. ما هم اوريدي في الجروب. طب كمل لنا اليونان بقى بيعملوا ايه؟ اليونان ما بيعملوش حاجه خالص، قاعدين مستنيينا لحد ما نروح لهم. اليونان طب ليه نبدا باليونان؟ عشان احنا قلنا اليابان قلنا فرنسا يبقى باقي اليونان. اليونان قال لك اوعى تعمل لهم باي، عندهم عيب جد. والله العظيم بيقول لك تقليل من شانهم. حاجه رفض كده. لا يعني ما بيحبوش الا ان هو نوع من الاعانه، ان انت كانك بتدي له اعانه يعني. أيوة هو ايه باي باي دي يعني؟ مش فاهمينها قوي يعني. بس هي حاجه غريبه، خفيفه وغريبه غريبه جدا. طب ايه رايكم لو فكرت انكم ما تاخدوش خبره البلد اللي انتوا رايحينها وتنزلوا كده تاخدوا الريسك وتمشوا كده عشوائي وتاخدوها بالتفاعل؟ في ناس بتحب تعمل كده. انا بحب اعمل انا بحب هقول لك على حاجه، لو انت عندك ثقافه انك تستكشف من غير ما يبقى عندك معلومات مسبقه مش مشكله، دي حلوه. لو انت حابب كده اصلا وممكن تحتك باهل البلد وممكن حد يحرجك ممكن عادي اوكي. بس في ناس بتحرج جدا، بتبقى مكسوفه، ما بتبقاش عارفه تتعامل ازاي، فبالنسبه لهم فكره الجروب دي مفيده ان هو انا ممكن اتجنب حاجه، ممكن زي فكره السابريت شيك في فرنسا، فكره الباي باي في اليونان، فكره التيبس في اليابان كده يعني. طيب معانا علاء على التليفون علشان هيحكي لنا حدوته ملهمه جدا عن السفر. يا علاء. السلام عليكم. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. احكي لنا بقى. عمرو ورحمه ونيران. ازيك عامل علاء عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام ربنا يكرمكم. انت بتراجع اسامينا ولا بتسلم علينا؟ انا بسلم يعني. عمور مش مصدق يعني علاء. اول مره حد يسلم عليه، اول مره حد يسلم عليا من نفسه من غير ما اقول له يعني. بقى هو بيسلم على عمرو. الله ربنا يكبر بخاطرك يا علاء. ربنا يكرمك والله. احكي لنا بقى على تجربتك مع السفر. والله بص انا تجربتي زي ما رفعتها بالظبط على الجروب. انا ويلش يوزر او مستخدم جورت متحرك من زمان قوي من 20 سنه. وانا مهندس كهرباء وتحكم الي، فكان بطبيعه الحال بيجي لي فرص كتير تبع شغلي ان انا اطلع نيجيشيت او اخلص عقود او امضي توقعات جديده تبع الشغل او كده. وكان عندي طول الوقت تخوف ان انا اسافر، لان انا الباث روم او الحمام مواصفات معينه وابعاد معينه وحاجات كده، فكنت امشور ان ده مش هيبقى موجود بره بسهوله يعني. فكنت دايما بعتذر عن اي سفريات وبيطلع اي حد مكاني يعني. لحد زي ما بالظبط ما قلت ان انا في مرحله ما كده ايقنت المعنى ده قوي، ستظل مخاوفك مجرد هواجس الى ان تقتحمها بالتجربه. صحيح. اي حاجه انت خايف منها هتفضل مجرد هاجس ما انتش عارف هو صح ولا غلط. انت لازم تاخد التجربه، هو ده الفكرة. وكان دايما بيشجعني على كل التجارب في حياتي ما بعد الحادثة يعني، كان دايما بيشجعني على التجارب الجديدة. أخويا الكبير فشجعني نسلم عليه قوي.
ربنا يخليكم لبعض. ربنا يكرمكم. فقال لي نسافر ونجرب يعني، مش هنخسر حاجه، هتتعب شويه ما انت كده كده بتتعب في مصر وعادي ما نعيش التجربه يعني. بس فاخدت قدتي معايا وخدت حاجتي وقلت هروح اي ايا كان شكل الحمام احاول اتعامل واحاول احط اي اكويبمنت انا محتاجها او اعدل حاجه. وسافرت اول مره واخدت كل عده السباكه اللي ممكن حد يتخيلها معايا. بس جت اول سفريه للسعوديه، رحت اول فندق نزلت فيه دخلت شفت التويليت، بدات اركب حاجات كده اكسترنال عشان احاول اضبط الدنيا ان انا اعرف اتعامل في الحمام زي اي بني ادم. اوكي. بس فلقيت ان الموضوع مشي، في شويه تعسيف شويه حاجات، بس لقيت ان الموضوع مشي. خلصت الديل اللي كنت رايح اعمله في السعوديه في شغلي، وبعد كده رحت عملت عمره، فلقيت لا ده الدنيا الموضوع يعني كان مجرد فعلا هواجس، كان الموضوع حاجز مش اكتر يعني. فبدات بقى كل الفرص اللي تجيلي في شغلي، والحمد لله زي ما كنت قايل كده سافرت دول كتير قوي قوي في مجالات مختلفه في شغلي، وكنت كل مكان خلاص بقى بقيت فاهم يعني. بروح يوروب اي مكان، هولندا المانيا، اول ما بنزل اول حاجه اول ما بنزل قبل ما بغير هدومي بروح ادخل التويليت الاول اعمل اسسمنت، اعمل تقييم للتويليت وشكله عامل ازاي، واعمل انسبريشن لكل الحاجات بتاعتي. والناس دايما كانت بتسال انت ازاي تتعدى يعني، الناس على الجروب بيقولوا كان في بعض التعليقات حابب اوضحها، انت ازاي ممكن تتعدى على فاسيليتي بتاعت ناس هم مش ما بيسمحوش بحاجه زي كده. يا جماعه الموضوع ابسط كده كتير، انا بركب حاجات كلها اكسترنال ما بكسرش في حاجه الناس ولا مفهوم. أيوه. بس يا جماعه انا دافع فلوس ونازل في فندق وعايز اتعامل في الحمام زي زيك بابسط حقوقي يعني. طيب علاء ممكن بعد اذنك تسمح لي ان احنا الثلاثه نسقف لك؟ والله انا عايز اسقف لك عشان انت يعني فكرت بره الصندوق وعملت حاجه. لو اي حد تاني سمعك بتتكلم بيقول لك بص يا علاء يعني خليك في مصر وهنسافر مع بعض واحنا نساعدك يعني ما تتعبش نفسك، بس انت عملت حاجه ما في يعني اكدت لنا ان ما فيش اي حاجه مستحيله يا جماعه. صح. الموضوع قلت هي الموضوع كده، انا بفضل الله قادر احقق نجاحات كتير جدا جدا بعد حبيتي قبل موضوع السفر، ان انا اخلص تعليمي واشتغل واخد بروموشن في شركات كتير قوي في مصر، وكان فاضل خطوه ان انا اطلع بره وورلد وايد يعني. فالحمد لله برضو دي قدرت اعملها، وما انطلقت بقى زي ما كنت قايل ان انا قدرت اوصل بشغلي اخر مكان انا شغال فيه قدرت اوصل بيه لمرتبه عالميه، وان انا اروح الامم المتحده واتكرم هناك واعمل برزنتيشن عن شغلي وعن اللي احنا بنعمله في مصر. فالموضوع، وعلى فكره برضو حتى الفندق بتاع الامم المتحده علمت عليه قبل ما برضو غيرت الحمام بتاعي وظبطته بحيث ان انا اعرف استخدمه بسهوله يعني. فهي دي كانت رسالة لما جت المسابقة يعني، وكانت كل الناس بترفع بوست خاصة ان انا يا جماعة فوتت الطيارة وانا اكلت اكل مش كويس، فانا قلت انا لو هشارك انا عايز اوصل عايز اديليفر مسج مختلفة شوية للناس يعني. فكان القصة كلها ودخلت البوست بشكله ده ان انا عاوز اديليفر مسج للناس على كل مستويات حياتنا بقى، مش موضوع السفر وبس. يا باشمهندس يا باشمهندس انت علمتنا وعلمت الساده المشاهدين وعلمت الناس اللي موجوده في الجروب ان مفيش حاجه اسمها صعب، مجرد ما تعدي خطوه واحده بس. انا سمعتك كنت بتقول انطلقت بعد كده، هي فعلا اول بس خطوه كده التركيب مش عارف ايه، مره في الثانيه لقيت نفسك انطلقت. باشمهندس انا بشكرك شكرا جزيلا، كان لينا الشرف بالتاكيد ان احنا نكون حاملين رسالتك للجمهور، ان احنا نوريك للناس الناس اللي بتنطلق وبتسافر انتوا مش شجره يا اخوانا، سافر انت مش شجره بعد اذنك. حلو. بصراحه فكره انه يبقى شجاع وعنده عزيمه وعنده تحدي يكتشف جديد وهو يتغلب على الصعاب، الحاجات دي كلها فعلا بتبقى مصدر الهام لناس كتيره جدا. فاحنا بنحيي علاء جدا، وللاسف يعني فقرتنا خلصت، كان دمها خفيف وكانت لطيفه جدا. واكيد فكره اسرار السفر دي ما بتخلصش ابدا، لانه كل دوله ليها عاداتها وتقاليدها المختلفه عن اي دوله ثانيه. هنتكلم تاني بس هنتكلم بالظبط عنها تاني يا بعد الفاصل. هنستقبل معانا ضيف لطيف جدا وهو محمد شادي، هو بوك يوتيوبر مدون للكتب وعنده قناه على اليوتيوب لطيفة جدا تقدر تفيدك. ايه احلى واهم الكتب اللي تقدر تستفيد بيها خلال معرض الكتاب؟ نطلع لفاصل ونرجع نستقبل محمد شادي سوا.
عشان نشتري كتاب او نروح المعرض محتاجين عين تنور لنا ايه الكتب اللي لازم نشتريها او ايه الحاجات اللي ما ينفعش ندخل للمعرض وما ناخدهاش معانا واحنا مروحين. طبعا الناس اللي بتعشق القراءة بتحب وبتحب الكتب كمان بتروح المعرض بتحب تشتري اي كتاب بيقع قدامها. علشان كده النهاردة معانا محمد شادي صاحب برنامج بتاع الكتب علشان يقول لنا ايه اهم وايه احسن الكتب السنة دي وايه قبل ما نروح المعرض ايه اللي لازم نجيبه ونشتريه. منورنا. شكرا لنورك. ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله. هو لازم السلام يعدي عندنا احنا كل واحد فينا يسلم عليك لوحده. طيب خلاص. طيب بما ان يا محمد انت بتروح معرض الكتاب طبعا كل يوم من ساعه ما بدا، ايه اكتر حاجه مختلفه السنه دي في معرض الكتاب او لفتت نظرك؟ هو اللي انا ملاحظه السنه دي ان المعرض فيه اقبال كبير جدا. يعني السنة اللي فاتت كان أول سنة المعرض يكون في مكانه الجديد. السنة دي تقريبا السنة اللي فاتت الناس ما كانتش متعودة قوي على المكان، فكان الأقبال ما كانتش جديد قوي يعني. لكن السنة دي الأقبال كبير جدا، دي حاجة أنا ملاحظها. الحاجة التانية أن دور النشر الحكومية اللي هي المؤسسات الحكومية عاملين شغل رائع الحقيقة، كإصدارات جديدة، كاهتمام بالتراث، حتى على السوشيال ميديا بقى متواجدين بقوه، دي حاجه ما كانتش موجوده خالص قبل كده. حلو. فدي حاجه الحقيقه مهمه جدا، وانا ملاحظ ان في الناس مبسوطه بالموضوع يعني. طب انا عايز ابدا الموضوع بقى من الاول. انت بتعمل حاجات على اليوتيوب علشان تقيم، او فيديوهات على اليوتيوب علشان تقيم الكتب او تهضمها للناس او تديهم معلومات. مظبوط. ايه الدافع وكنت متوقع تنجح ولا لا في عالم قد يتهم البعض انهم ما بيقروش؟ هو انا الموضوع البوك ريفيوز ده انا بعمله من قبل التشانل بكتير. يعني انا من ساعه تقريبا ما اكتشفت ان في حاجه اسمها سوشيال ميديا وانا موجود بعمل بوك ريفيوز، بس بتبقى كتابيه مكتوبه يعني. بعد كده دخلت على جود ريدز من المواقع المهمه جدا للقراء يعني. كنت لسه هسالك ايه الفرق ما بينك وما بين الجود ريدز؟ هو الجود ريدز بيبقى محتوى مكتوب، ما فيش فكره الفيديوز دي خالص. لكن بعد كده تقريبا من سنتين او سنتين ونص فكرت ان ليه يعني ان احنا بنجاري العصر، ان الناس دلوقتي بقت تحب تشوف المحتوى يبقى مرئي اكتر. فكرت ان انا اعمل تشانل، وحتى كتبت عندي بوست على فيسبوك ان انا بفكر في الموضوع. هل ممكن يكون في حد مهتم؟ كان في ناس كتير طبعا اتشجعت، وانا كان ليا صديقي اللي هو عاطف اللي بيصور معايا الحلقات. قال لي انا عندي كاميرا وانا بفهم في التصوير. الصاحب كويس رزق. مظبوط ده حقيقي. فهو طبعا عاطف من البدايه، وهو شريك في التشانل بصوره او باخرى يعني. وبدانا تصوير والامور مشت زي ما انتم شايفين كده. طيب يا محمد نبدا من الاول، لو حد نازل معرض الكتاب لاول مره، ايه النصايح اللي ممكن تقدمها له عشان يعرف يرتب اولوياته ويخرج من المعرض بكتب كويسه؟ هو في نصايح هيحتاج ان هو يبقى يعني حاجات بيزكس قوي بس ما حدش بيقولها خالص. ان هو ما يشيلش شنط كتير، ان هو يلبس لبس مريح. يلبس كوتشي مريح طبعا لانه هيتمشى كتير. انه يخلي معاه جاكيت لان المعرض في التجمع فبرد جدا بالليل طبعا. دي حاجات بسيطه يعني. بالنسبه ان هو من اهم النصايح ان هو يجهز قائمه قبل ما يروح. لازم يكون عارف هو رايح ليه، رايح يشتري ايه بالظبط، لان الامور لما تبقى عشوائيه هيلف كتير، مش هيعرف دور النشر مكانها فين. هيشتري غالبا حاجات غير اللي هو عايزها. مظبوط. فلازم طبعا يكون مجهز قائمه. القائمه دي بتشمل اسم الكتاب واسم الكاتب واسم دار النشر ومكانها في المعرض. ودي حاجه بقت متاحه زي ما بقول على السوشيال ميديا بتاعت المعرض. الحقيقه عاملين شغل ممتاز في الموضوع ده، ان هم بيعرفوا الناس الاماكن كل دار فين بالظبط. حلو جدا. فدي حاجه كانت حقيقي مفيده يعني. بس طب محمد، يعني في معرض الكتاب طبعا بيبقى فيه اغراءات كتيره جدا وكتب. أصبحت. من جميع الانواع والالوان، سواء روايات او مثلا قصص تاريخيه او يعني حاجات كتير قوي. الواحد لما بيدخل بيتوه وسط الانواع دي كلها. انت مع فكره انه انا ادخل اجيب اللي يعجبني حتى لو الكتاب ما عجبنيش، قرايته ما عجبتنيش، او القصه مثلا مش حلوه، او الكتابه نفسها ضعيفه، ولا لازم اتعرف على الكتب الاول قبل ما اشتريها؟ يعني انت مع الاستكشاف ولا لا؟ هو انا مع الاستكشاف في وزن ليميتس يعني في حدود معينه، وهي ان انا لازم معايا قائمه، وهسيب جزء من البادجت اللي انا رايح بيها او بالميزانيه اللي انا رايح بيها. هسيب جزء منها ان انا استكشف، مفيش مشكله خالص.
في معظم الاحيان يعني الحدس بتاعك بيبقى صحيح مظبوط. يعني انا مثلا وليكن عامل بادجت وليكن 100 جنيه مثلا، فانا 80 جنيه انا رايح اشتري بالكتب، بيع الكتب اللي انا عايزها اللي انا مختارها ومجهزها في القائمه، و20 جنيه مثلا انا هغامر الكتاب ده مثلا، النبذه اللي على الكتاب من وراه والله شكلها لطيف، العنوان شددني، الكاتب انا سمعت عنه في مكان ما. فانا مع المغامره طبعا، مع الاستكشاف، وده مهم جدا لانك يعني هتعرف كتاب جداد ازاي يعني. بس وزن ليميت، لازم يبقى ما اروحش اشتري كل الكتب، مش هتطلع بولا كتاب انت رايح عشان يعني لو سبت الامور عشوائيه كده حقيقي هتروح تجيب كتب غير اللي انت رايح عشانها خالص اطلاقا. ودي بتحصل كتير يعني. طب خليني انحاز في السؤال الجاي للقراء المبتدئين، نعرف القراء البروفيشنال المتمرسين بيروح وبيقلب وبيجيب اللي هو عايزه وبيبقى عارف حتى من قبل المعرض هيشتري ايه. تمام. الكاتب المبتدئ، واحد عايز يقرا مثلا في التاريخ، في التربيه، في علم النفس، في اي حاجه، يعمل ايه؟ هو قصدك القارئ؟ القارئ عفوا. يعمل ايه وهو نازل المعرض وهو مش عارف لسه يعني؟ هو القارئ المبتدئ يفضل، وده رايي الشخصي يعني، ان هو يبدا بروايات مش بكتب. صح. لان دايما الكتب انت اختيار سيء وحيد هيسيب انطباع للابد خلاص. صح. يعني انت وانس ان انت اخترت كتاب واخترته غلط وقعدت قريت، انت مش هتقرا تاني، خلص الموضوع. لان اوريدي القرايه عمليه بتستلزم مجهود من الناس، وفي ناس ما بتحبش تبذل هذا المجهود يعني. فانا شايف الروايات او الكتب، لو هتبقى كتب تبقى ادب ساخر حاجه زي كده. ففي ترشيحات كتير ممكن نقولها يعني للناس اللي مش احنا نقولها، هو نازل، هو نازل اولا هيمشي على النصايح اللي احنا يعني ذكرناها في الاول، ثانيا هي يعني يبقى محدد هو عايز ايه، يبقى محدد هو عايز ايه، ويفضل بلاش كتب مجعلصه في الاول يعني. دي يعني حاجه يعني بوجبه خفيفه كده يعني انت بس ايه نجر رجله وبعد كده نشوف يعني. طيب انا شخصيا عايز اعرف انت كمشتري، انا كمشتري انت كمشتري، مش كوكب مشتري، لا انت كمشتري، ايه القائمه بتاعت الكتب اللي انت نزلت المعرض جبتها؟ القائمه اللي انا اشتريتها، هو انا بشتري طول السنه، فما كانش فيه جديد قوي بالنسبه لي. ويعني كتير من الحاجات الجديده اللي موجوده ما كنتش مهتم بيها بصراحه، لكن في مثلا يعني في كتابين او ثلاثه تقريبا اشتريتهم كنت عايزهم والباقي غامرت بيه. كان في زي يوميات لكاتبه اسمها إماريس. إماريس دي المفروض انها كولومبيه، والمفروض انها الام الروحيه للفن في امريكا الجنوبيه. دي كانت عاشت طفوله صعبه جدا، وكانت بتكتب الكتاب ده عباره عن رسائلها لصديق ليها يعني. فحد خد الرسائل دي ووراها للكاتب العظيم اللي هو جابرييل جارسيا ماركيز، ده من اشهر الكتاب في امريكا اللاتينيه، وانبهر بيها جدا وقال لازم الرسائل دي تتنشر، بس هي اصرت انها ما تنشرش الا بعد موتها يعني. ده كتاب اسمه بريد الذكريات، ده كتاب من اللي انا كنت منشن عليهم. في ايه تاني؟ في شفت المنشن دي كنت منشن عليهم. ايوه انا حقيقي انا كانت مشكلتي انا كانت مشكلتي في معرض الكتاب ان انا الاقي كتب اشتريها، مش ان انا عندي مشكله في الماديات يعني. يعني ان انا طول السنه بشتري كتب تقريبا، فكان صعب قوي ان انا الاقي كتاب انا عايزه يعني. محتوى انت شغوف بيه. مظبوط كده. فده كان منهم. كان في روايه لكاتب مصري اسمه شادي لويس اسمها على خط جرينتش، دي اشتريتها. روايه صح؟ روايه. يعني انت بتوازن ما بين الروايات وما بين الكتب؟ كنت زمان معظم قرايات روايات، لكن يعني السنه اللي فاتت والسنه دي بحاول ازود النون فيكشن قدر الامكان يعني. عايز اقرا في مجالات جديده يعني، فلسفه، علم نفس، علم اجتماع، الحاجات دي. فده اللي حاولت اعمله من سنه تقريبا يعني. يا بيبي ايه؟ انا ولا انا كنت بساله، سيبونا انا بقى فيكوا ايه؟ ده انا اللي كنت بساله انا بس، انا موافقه. انا موافقه، مش انت بساله على كتاب انا. طيب كنت عايز اسال المحور انا عايزه. بص بقى، في انتشار على السوشيال ميديا طبعا، في حاجات من الكوميكس الساخره موجوده من السنه اللي فاتت. الناس بدات تهزر، فين الجديد اللي في معرض الكتاب السنه دي؟ ده كل المصريين منزلين كتب، ده كل الناس، امال فين اللي هيقرا والكلام ده؟ في جديد السنه دي ولا البروباجندا اللي بنعملها في الفيس دي عندها حق؟ لا، هو جديد من حيث العدد، هو في جديد يعني. يعني هو خلاص يعني جديد قيم بقى ودسم. ما هي دي المشكلة يعني، انت ما تعرفش، ما حدش يعرف يعني. هو احنا دلوقتي في عصر حرفيا كاتب لكل قارئ يعني.
احنا عندنا 50 مليون صح قارئ و50 مليون كاتب وبيكتبوا لبعض يعني خد بالك ده ايفنت عربي وافريقي فمش عايزين نحصرها بس في ال100 مليون المصريين احنا عندنا ملايين كتير طيب يعني عندنا مليار مش عارف العدد حتى والله بس طبعا لو هتتكلم على جديد كعدد في كم مرعب من الكتب السنه دي موجود في يعني كل دار نشر نازله بعدد مهول من الكتب الجديده محمد انت شايف ان دي ميزه ولا عيب يعني هل ممكن كثره الكتاب حتى لو هم لاول مره عندهم تجربه الكتابه ويالفوا كتب هل انت شايف ان هي بتثري مثلا القراءه والثقافه عندنا ولا اللي هو فكره انه اي حد عايز يعمل لنفسه بروباجندا فبيعمل كتاب وبينزل معرض الكتاب ويعمل توقيع حفل التوقيع والكلام ده انت مع ده شايف انه ده بيثري الحياه الثقافيه عندنا ولا والله انا نفسي مش قادر احدد انا بفكر ازاي في الموضوع ده يعني انا عندي فكرتين ضد بعض خالص الفكره الاولى هو ان انا مش مع ده خالص وان بالذات موضوع مش مع كثره الكتاب مش مع كثره الكتاب بدون تجربه يكتبوا عنها وبدون خبرة بدون قراية لأن مفيش كاتب ودي حقيقة ثابتة مفيش حد هيكتب كويس لما يكون قرأ كتير يعني صح دي حاجة يعني أنا أكاد الإنتاجات أول الإنتاجات الكاتب يستغنى عنها مثلا ما ينزلهاش يحرقها يحتفظ بيها لا مش كده لا مش كده بس يعني هو الكاتب بيكبر واحدة واحدة احنا في زمن أنا مقتنع احنا في زمن الحاجة بتنزل ما بتختفيش لو شلت الكتاب بتاعك من السوق عشان بعد كده حسيت إن هو كان كتاب تعبان موجود بي دي اف على النت هتشيله بي دي اف حد تاني هيرفعه بي دي اف لأن هو الحاجة لو اترفعت على النت ثانية خلاص الموضوع انتهى الكتابة زي ما بيقولوا في كاتب مشهور انا مش فاكره مين دلوقتي بيقول الكتابة هي اعادة الكتابة بمعنى ايمان ان انا مش لازم اتسرع ان انا انشر الحاجة دي ما بقتش حاجة مميزة بحكم كون ان الناس كلها بتنشر دلوقتي هو المميز ان انت تطلع برواية كويسة او بكتاب كويس فانت محتاج تعيد قراية الحاجة اللي انت كتبتها دي وتشوف هل هي تستحق فعلا انها تتنشر ولا لا بعد كده اعيد كتابتها من تاني في جزئيات فيها مش عجباني في جزئيات انا محتاج اضيفها في جزئيات محتاج اشيلها وهكذا بس دي الفكرة الأولى الفكرة الثانية إن إحنا من كل طبعا دي إحصائية مش صحيحة خلاص يعني حاجة جزافية عشوائية كده بقولها وخلاص بس إحنا فرضا إن من كل 10 كتاب بيكتبوا في واحد بيطلع كويس ده مكسب طبعاً. يعني ده مكسب إن إحنا نطلع بكاتب بحد كويس فأنا بصراحة أنا مش عارف أنا شعوري إيه ناحية الموضوع فأنا بحاول أتجاهله قدر الإمكان طيب محمد قول لي ماليش دعوة مش روق بالظبط طيب قول لي إيه أبرز الكتب المترجمة السنة دي اللي موجودة في المعرض اللي ممكن تكون حتى مش واخدة حقها قوي يعني ابرز الكتب المترجمه هي الكتب المترجمه عموما مش واخده حقها قوي مع القارئ طيب ليه مع ان انا بحبها جدا طيب ليه لعده اسباب اولا من وجهه نظرك يعني لعده اسباب يعني من رايي ان اولا الكتاب المترجم غالبا اغلى من الكتاب الاصلي لا هو كتاب مترجم اغلى من الكتاب العربي الموازي ليه يعني احنا لو هنجيب كتاب لكاتب مصري من دار نشر مصريه غالبا هيبقى ارخص من ان انت تشتري كتاب من دار نشر عربيه غير مصريه بتترجم الكتب بس الفرق كبير يعني الفرق السعر كبير جدا في بعض الحالات كبير في بعض الحالات كبير لان معظم دور النشر اللي شغاله في الترجمه مش شغاله من مصر شغاله من لبنان وتسعيرتهم بالدولار يعني ممكن اساله سؤال اتفضل انا اسف هو بس انا عايزك تجاوبني على السؤال ده الكتاب التافه ممكن يكون مفيد انه ما تقراش تاني كتب اللي انت تقييمك ليه تافه فايدته ليك انت والله هو يعني اصل انت كده ده سؤال عام قوي يعني لا ربما نستفيد وجهه نظر جديده عن التفاهه في بعض الكتب معنى جديد مختلف للتفاهه مثلا لا اشك يعني احنا عارفين التفاهه ايه هي مش محتاجين كتب ولا نشتري كتب عشان نعرف ايه هي التفاهه بس في كتب او روايات بتبقى مسليه مش تافهه مسليه ودي انا ناس كتير بتستهين باهميه ان انت تكون بتقرا وانت مستمتع حتى لو مش هتاخد منه قيمه علميه مش هتاخد منه قيمه تاريخيه استيل الاستمتاع في حد ذاته دي مكسب كبير مكسب كبير على النفس يعني للاسف احنا وقتنا خلص معاك يا محمد كان عندنا اسئله كتير جدا وحاجات كتير جدا عايزين نستفيد منها يعني منك فيها بس ان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني في الدوره الجديده دوره السنه الجايه لمعرض الكتاب باذن الله وتفيدنا اكتر نورتنا ان شاء الله هتبقى معانا تاني ان شاء الله شكرا نورتنا محمد شادي صاحب برنامج بتاع الكتب شكرا يا عمر متشكرين جدا متشكرين شكرا يا رحومه ميرسي يا حبيبتي شكرا يا رحمه شكرا يا عمر كده احنا حلقتنا من ان بوكس خلصت نشوفكم في حلقه جديده كلها فقرات تعجبكم دايما يا رب باي باي
بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من عيش صح. التخلص من الوزن الزايد ليه طرق كتير جدا، والناس دايما بتحتار انهي طريقة هي المناسبة ليها او اللي هتجيب نتيجة فعالة مع جسمها. مجال جراحات السمنة مجال واسع جدا واثبت نجاحه بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة، والناس بدأت تقبل عليه بصورة كبيرة جدا، لكن الاهم من كل ده هو المركز او الدكتور المختص اللي هيقوم بالجراحات دي علشان يحقق اعلى نسبة امان وكمان اعلى نسبة نجاح للعملية. معنا النهاردة مركز من أكبر المراكز في مصر، هو مركز دكتور كريم صبري، أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. تعالوا مع بعض نشوف التقرير اللي جاي. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا اسمي شادي عبد الفتاح، أنا مريضة سكر، وزني 120 كيلو، عندي 50 سنة، السكر عندي بقاله 20 سنة، فتعبانة منه وعمل لي مشاكل. واحدة قريبتي راحت لدكتور كريم في اسكندرية وقالت لي عليه، فأنا رحت له وقال لي أرشح لي عملية تحويل مسار، فأنا جاية دلوقتي عشان أعملها، انتظروني بعد العملية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري، النهارده هشرح لكم الاسباب اللي احنا بنعمل لها تحويل مسار المعده. الحاجه الشاديه الحقيقه طبعا هي مريض سمنه مفرطه وسكر وضغط. الحقيقه طبعا اذا كان السمنه المفرطه معاها مشاكل زي السكر اللي هو مش منتظم، او الضغط، او المشاكل اللي هي الايض المختلفه زي يعني تراكم الدهون الثلاثيه في الدم، او تراكم الدهون الكثيره المرضيه في الكبد اللي هي دهون الكبد، ومشاكل اخرى، الحقيقه طبعا احنا بنفضل نعمل عمليه تحويل مسار المعده. تحويل مسار المعده قد يكون تحويل مسار اللي هو المصغر، قد يكون تحويل مسار تقليدي كلاسيك، او ممكن يكون تحويل مع تكميم، او تحويل مسار الاثنى عشر. الحقيقه طبعا احنا نعمل تحويل مسار المعده المصغر عند الحاجه شادي الحقيقه لعلاج السكر وعلاج مرض السمنه المفرطه، لان ببساطه تحويل مسار المعده هي عمليه قويه في انقاص الوزن، قويه في علاج مرض السكر، لانها بتقلل حجم الوجبه، بنستبعد الجزء المسؤول عن افراز الهرمونات التي تعطل عمل الانسولين وتعمل مناعه في الانسولين بصوره كبيره جدا. الحقيقه طبعا احنا لما بنعزل الجزء ده من المعده والاثنى عشر وبدايه الامعاء، طبعا الضر من الهرمونات بيتم عزله، ويتم تنشيط هرمونات اخرى مفيده للبنكرياس من نهايه الامعاء او نهايه الجزء اللي هو تيرمينال الين ده اللي هي ال سيل، بتطلع هرمونات بتنشط البنكرياس مره اخرى وتكاثر عدد خلاياه وتخليه يطلع بصوره كافيه. زائد ان ما بعد نزول الوزن غالبيه الناس بيكون عندهم سكر من نوع تاني، الدهون لما بتقل او الوزن لما بيقل مناعه الانسولين بتقل، وبالتالي السكر تقريبا بيختفي ما بعد اجراء العمليه، وما بناخدش علاج للسكر تاني. يبقى احنا اتخلصنا من حاجتين، اتخلصنا من السمنه المفرطه واتخلصنا من مرض السكر. العمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه ما بعد العمليه في المستشفى، الرجوع للعمل بعد يوم من اجراء العمليه. هنطمنكم على الحاجه شاديه بعد العمليه ان شاء الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار.
أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور كريم صبري. أنا هشرح لكم عملية تحويل مسار المعدة المصغر. زي ما أنتم شايفينه ده، إحنا بنفصل المعدة إلى جزئين، الجزء اللي هو أقصى اليمين اللي إحنا ده جنب الدهون الكتيرة، ده جزء المعدة المعزول، ده جزء المعدة اللي هو بيتعزل خالص، الأكل ما بمرش عليه، وكمان ما بمرش على الاثنى عشر وبداية الأمعاء. دي بداية الأمعاء طبعا إحنا عزلنا منها 2 متر كاملين في تحويل مسار المعدة، إحنا بنعدهم 2 متر كاملين، بنعد المعدة إلى أن تصل إلى 2 متر، وبعد كده نعمل كوبري ما بين المعدة، المعدة زي ما إحنا شايفينها، المعدة الصغيرة اللي هناكل فيها دي زيها زي التكميم بالظبط، لكن بنزود عليها جزء اللي هو سوء امتصاص اللي إحنا شايفينه ده. طبعا الوصلة دي وصلة اسمها الوصلة الطولية مش العرضية. الحاجة التانية، إحنا بناخد الـ يعني التكنيك بتاعنا إن إحنا بنخلي الوصلة بالطول عشان العصارة اللي هي المرارية بتنزل من فوق لتحت كده بنفس الصورة اللي احنا شايفينها. حجم المعدة برضو زي ما انتم شايفين بيبقى نفس حجم التكميم تقريبا، لكن بيزيد عليه حاجة، ان في فرق كبير جدا ما بين التكميم والتحويل، ان التحويل عملية يمكن ارجعها الى الوضع الطبيعي، التكميم لا، ما ينفعش فيها اللي احنا نرجع للوضع الطبيعي. يعني احنا ازاي بقى بنرجع المعدة للوضع الطبيعي بعد تحويل مسار؟ بنوصل المعدة بالمعدة كده، لو احنا عايزين نرجعها بقى مثلا بعد 5 سنين 10 سنين، بنقوم راجعين بنوصلين المعدة ببعضها كده وفصلين الامعاء عن المعدة، ترجع المعدة الى الوضع اللي هو الطبيعي. طبعا احنا ما بعد العملية، بعد ما عزلنا الجزء الكبير ده من المعدة ووصلنا المعدة الجديدة بالامعاء زي ما احنا شايفين، بنعمل اختبار اسمه اختبار التسريب. الشكل اللي احنا شايفينه ده هو بنعمل المعدة والتدبيس زي البالونة بحيث يبقى فيه ضغط جامد على الدبيس، فاحنا لو في اي حاجة محتاجة اي اعادة او محتاجة نتأكد ان مفيش تسريب او حاجة بنعمل الحاجة. ونشيك بقى اماكن الدباسات زي ما احنا شايفين كده، اماكن الخيوط بتاعتنا مفيش اي تسريب، مفيش اي حاجة. دلوقتي بنقوم معلين ضغط العيان بحيث ان احنا نختبر برضو اختبار اسمه اختبار النزيف ما بعد العملية، وبنجيب طبقة الدهون بتبقى ما بين المعدة وبعضها بالشكل ده كأن العيان ما عملش اي عملية خالص. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي شادي عبد الفتاح. عملت عمليه تحويل مسار عند الدكتور كريم عشان كنت بعاني من السكر والسمنه، وبنصح اي حد مريض سمنه وسكر يجي يعمل عمليه وهو مطمن، الحمد لله مفيش حاجه، وطلعت من العمليات من 3 ساعات واتمشيت وانا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا بطمنكم على الحاج شادي. اما بعد اجراء تحويل مسار المعده المصغر الهادف الى انقاص الوزن، واللي كمان بيعالج مرض السكر وخصوصا السكر من النوع الثاني وبعض الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه زي تراكم الدهون الضاره بالدم وتراكم الدهون الضاره بالكبد اللي هي دهون الكبد المرضيه. الحقيقه طبعا تحويل المسار من ضمن العمليات اللي هي السهله، يمكن احنا الحاج شادي دلوقتي بعد تحويل مسار في خلال ساعتين بنقدر نتمشى بنتحرك في المستشفى زي ما احنا عايزين، بنبتدي نشرب بعد 6 ساعات، في خلال 12 ساعة بنكون روحنا بيتنا بالسلامة. تحسن السكر المفروض ان هو يكون من النهاردة، من دي 1 بعد العملية المفروض ان احنا بنقعد يوم في البيت، يعني ما بعد اجراء العملية بعد الخروج ونزل نشاطنا الطبيعي. المريض السكر اللي هو عنده سكر مش منتظم وعنده سمنة مفرطة المفروض ان هو يقيس السكر يوميا ما بعد العملية بحيث ان هو يعرف الجرعات المناسبة ويبتدي يقللها بالتدريج الى ان تتوقف علاجات السكر او العلاج المستخدم في يعني اللي هو كان مستخدمه زي الانسولين او الاقراص الاخرى. وبالتالي احنا حتى ما بنحتاجش الى متابعة مع اطباء البطنة، احنا ممكن نتابع نفسنا لو عندنا جهاز في البيت،
ممكن نوقف العلاجات بالتدريج الى ان تتوقف تماما، وده احنا بنشوفه كمان بالفحوصات، وبعد شويه ممكن نعمل سكر تراكمي ونشوف ما قبل العمليه وما بعد العمليه اخبارنا ايه، بنلاقي فيه تحسن كبير جدا وتوقف في علاج الانسولين او توقف في علاج لمرض السكر تماما. انا اسمي ندى وعندي 27 سنه ووزني يعني حوالي 120 كيلو. انا سمعت عن دكتور كريم صبري من ناس كتير وشفته في التلفزيون، وناس كتير بتشكر انه يعني دكتور شاطر جدا، ومحدش بصراحه اشتكى من العمليه خالص، وده اللي طمني يعني ان انا هعمل تكميم ان شاء الله النهارده. بقى لي 10 سنين تقريبا وبنزل وبطلع، فموضوع بالنسبه لي بقى ازمه يعني، فباذن الله هعمل العمليه النهارده مع دكتور كريم صبري وان شاء الله خير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري، هشرح لكم شويه حاجات عن تكميم المعده في الاوزان اللي هي مش عاليه، يعني الاوزان اللي هي مش 200 كيلو 240 250، الحاجات دي احنا بنعملها دايما، لكن في فئه من الاوزان وفئه من الاعمار المفروض احنا نتكلم عليها برضو، اللي هي الاوزان اللي هي ما بين 110 120 130. الاوزان طبعا احنا يعني دي من الناس او الفئات اللي هي مصابه بالسمنه المفرطه، ومعظم الناس بتقول ان احنا لسه مش في نطاق الناس اللي هم بيعملوا عمليات او اللي محتاجين عمليات عشان ينزلوا نزول الوزن. خلينا اقول احنا مش لازم نوصل لدرجه سنيه كبيره او درجه وزن عاليه قوي عشان نعمل عمليات تحويل مسار او تكميم معده، لا، يعني طالما الوزن او كتله الجسم زاد عن 35 وابتدينا نشتكي من مضاعفات للسمنه، المفروض ان احنا ناخد خطوه فعليه لعلاج السمنه المفرطه. احنا بنعمل تكميم المعدة في الناس اللي هم غير محبي للسكريات، او الناس اللي ما عندهمش ادمان للسكريات او شوكليتس او الايس كريم والحاجات اللي فيها طاقة عالية بتدوب بسرعة في البق. الناس اللي هم ما عندهمش سكر يعني يمكن دخل في مضاعفات او بياخدوا جرعات عالية من الانسولين، يمكن نفكر بقى في تحويل مسار في الناس دول. الحقيقة طبعا تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حجم الوجبة، بتزود نسبة الجوع شوية، لان هي بتخلص تقريبا من 60-70% من هرمونات او هرمون الجريلين. الجزء المعده اللي احنا بنشيله او بنصغر بيه حجم المعده بيبقى فيه جزء طبعا كبير جدا من الهرمونات دي، وبالتالي بنشبع عند وجبه صغيره، ما بنجوعش على فترات كبيره، وبالتالي نزول الوزن بيبقى مؤكد. تكميم المعده هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه ما بعد اجراء العمليه. يمكن المنظار بيساعد ان احنا نرجع لنشاطنا الطبيعي او العمل بتاعنا بعد يوم من اجراء العمليه. الحقيقه طبعا عمليه تكميم المعده من العمليات السهله، ويمكن احنا بنحبها كمان في السن الصغير، الناس اللي هم مش عايزين يعتمدوا على فيتامينات فتره كبيره بنعمل لهم تكميم اكتر من تحويل، خصوصا في السن الصغير، الناس اللي هم الاطفال او السن المقبلين على الزواج او في بدايه العمر، ممكن كمان ده بنحبه كمان في الناس اللي هم فوق سن 60 سنه، ما بنبقاش عايزين نديهم فيتامينز او يبقى يحصل لهم اي نقص فيتامينز ما بعد العمليه. وبالتالي تكميم المعده هي من العمليات اللي هي الناجحه جدا في انقاص الوزن، والجميله والفعاله والسهله كمان في اقامتها، ويمكن بنرجع لنشاطنا في خلال يوم ما بعد اجراء العمليه. هنطمنكم على الاستاذه ندى بعد العمليه ان شاء الله، وبالتوفيق باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. الحقيقه طبعا دي عمليه تكميم معده. تكميم معده دي عمليه بسيطه بتجرى بالمنظار زي ما انتم شايفين خلال فتحات صغيره. احنا دلوقتي بنفصل الدهون عن المعده. الدهون دي طبعا بالاله اللي هي بنيكو بيها، دي طبعا الترا بايبولر، يعني اللي هي الليجاشور. طبعا في حاجات التراسون كويفز اللي هي الهرمونيك. طبعا احنا بنفصل المعده عن الدهون اللي هي محاطه بيها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. طريقه سيمبل جدا. طبعا الاجهزه دي لازم تكون متطوره شويه عشان تقلل فرصه النزيف ما بعد العمليه. بنفصل الدهون عن المعده، ويعني الدهون اللي هي ما بين المعده والقولون، الدهون ما بين المعده والطحال زي ما احنا شايفين، واي التصاقات حواليها لازم نفكها كويس، بحيث ان احنا قبه المعده نفسها ما تبقاش
لسه فيها اجزاء باقيه، وبالتالي المريض بيزيد في الوزن ما بعد اجراء العمليه، بيبتدي يسال طبعا انا ما بخسش ليه، وتلاقي المعده بتاعته لسه ستيل كبيره ويعني متسابه، اللي هو الجزء اللي احنا بنسلك فيه ده، ده اسمه قبه المعده. اي التصاقات طبعا حوالين المعده بنفكها، عشان طبعا دي احيانا بتكون سبب في التواء المعده زي ما احنا شايفين كده. المعده تماما متسلكه كويس قوي زي ما احنا شايفين اهو كده. انتهت مرحله التسليك، لان احنا بنوصل لعضله اللي هي بتقفل بوابه المعده السفلى السفليه اللي هي دي، بنسلك لحد اهو زي ما احنا شايفين دي البوابه. طبعا في اثناء التثبيت لازم ناخد في وجه الاعتبار ان احنا ما نضيقش المعده زياده عن اللزوم او نسيبها واسعه زياده عن اللزوم. طبعا اثناء التدبيس المفروض ان احنا ما نمسكش مساحه واسعه او ناخد مساحه اكتر من الطبيعي، بحيث المعده ما يكونش فيها اي نوع من الضيق، او وده ممكن يسبب للعيان طبعا نوع من الترجيع ما بعد العمليه او نوع من المشاكل. طبعا البوز موجود، احنا لما بندوس الدباسه او بنضرب الدباسه بتبتدي هي بتدبس ثلاث صفوف يمين وثلاثه شمال، و في سكينه في الوسط ما بين الدبابيس زي المنظر اللي احنا شايفينه. ممكن داخل البوجي شويه، طبعا على البوجي طاروا ايه او الكاليبريشن تيوب اطلع فوق، ما نسيبش جزء خلفي خلف المعده، طبعا ده يبقى بسبب رجوع للوزن ما بعد اجراء العمليه. المعده زي ما انتم شايفين كده طالعه زي ال شيب اهو زي حرف ال. بعد كده بنجهز بقى اختبار التسريب، فاضل كده مسافه دبوس واحد وبعد كده نجهز اختبار التسريب. بعد شويه ممكن بقى نعمل اختبار تسريب، نرجع بالبوجي. هنلاحظ بقى اختبار التسريب، احنا بنحط دبابيس تحت ضغط جامد، المعده دلوقتي منفوخه لدرجه كبيره، تمام، عامله زي البالونه، احنا قافلينها اهو عامله زي البالونه، بحيث انها تبقى ضغط على الدبابيس. طبعا الدباسات طالعه ستريت، مفيش دبوس يمين ودبوس شمال، بحيث ما يحصلش فيه التواء، عامله زي الخيرايه كده، زي صباع الموز زي ما احنا شايفين، حجم صغير جدا ستريت. وبعد كده بناخد احتياطاتنا ضد النزيف، بنعلي الضغط شويه وبناخد طبقه زياده دهون فوق المعده، بحيث ان هي بقى تقلل فرصه وجود نزيف او وجود اي مضاعفات ما بعد العمليه. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي ندى وعندي 27 سنه، وزني كان 120 كيلو، وعملت تكميم والحمد لله يعني فقت بعد ساعتين ثلاثة كده، بس ما حسيتش بالوقت خالص، يعني أول ما دخلت عملت العملية وفقت ما حسيتش بوقت العملية ولا بأي تعب، وتمشيت بعد العملية على طول، وكل شوية لازم أتمشى، والحمد لله العملية سهلة وبسيطة جدا، يعني غير كل المخاوف اللي أنا كنت متوقعها بصراحة يعني. والدكتور كريم بصراحة دكتور محترم جدا، هو التيم بتاعه وأنا بشكرهم، دكتور سمير ودكتور محمد وإسراء أسيستنت بتاع الدكتور كريم، والله يعني بجد ناس ذوق جدا وناس محترمة والمكان جميل ونظيف، وأنا بنصح الناس كلها أنها تعمل تكميم بصراحة، يعني العملية سهلة وبسيطة ما فيهاش أي حاجة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على سلامتك يا ندى. والحقيقه طبعا تكميم المعده ما بعد اجراءها يعني زي ما احنا شايفين بتبقى لاعاده يعني الاعاده للعمل او الاعاده للحياه او الريهابيتيشن ما بعد العمليه. هي طبعا السيكول اللي حاصل ان احنا ما بعد العمليه بنقدر ان احنا نتمشى بعدها بساعتين ثلاثه، بتلاقينا بنتحرك بصوره طبيعيه، بيكون يعني يمكن سهل وسريع ما بعد العمليه. احنا يمكن السيكول اللي حصل ما بعد العمليه بساعتين او ثلاثه بنبتدي نتحرك، بنشرب 6 ساعات، تاني يوم المفروض ان احنا بنخرج لحياتنا الطبيعيه، بنقعد يوم في البيت، ولو عايزين ننزل شغلنا ما بعد العمليه. عمليه تكميم المعده هي عمليه قائمه على ان هي بتقلل حجم المعده الى جزء يعني اقل من الطبيعي، عشان ان احنا بنبتدي نشبع بسرعه، ما بنجوعش على فترات كبيره. عمليه التكميم طبعا هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. ما بعد اجراء العمليه نزول الوزن بيبقى تدريجي وصوره صحيه سليمه.
ويعني طبعا هي تكميم المعدة من العمليات الخفيفة يعني والقوية في إنقاص الوزن. والحقيقة طبعا نزول الوزن ما بعد العملية بيبقى نزول صحي سليم مؤكد، لأنها متخلص من جزء كبير من هرمونات الجوع اللي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نشبع، وأثناء الوجبة الواحدة يعني الشبع بيكون أقل شوية، يعني بنحاول نحن ناكل كمية كبيرة بدون نحس ان احنا بالامتلاء او بنحس ان احنا اكلنا كمية كافية. عملية تكميم المعدة بتقوم على تقليل حجم المعدة الى جزء صغير بنبتدي بناكل فيه، بنشبع بسرعة، ما بنجوعش الا على فترات كبيرة. الحقيقة طبعا ان كتير جدا من هرمونات الجوع او الجزء من المعدة بنتخلص منه، وبالتالي بنشبع بسرعة، وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ومؤكد ان شاء الله. مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. فقرتنا النهارده انا مش هتكلم فيها كتير في الانترو، لكن اسمحوا لي ارحب بضيفه فقرتي النهارده، هي دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لشركه ماسي فار. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبه قلبي. الاول الجمال ده، انا بهنيكي على الاوتفيت بتاعتك يا منتهى يعني الشياكه والجمال. انا اللي بحبك يا شيرين وبحب اتفرج عليكي، يعني مثال الشياكه والجمال والاناقه بجد يا روحي من بعد ما عندكم حبيب. دكتور دينا، خلينا الاول نتكلم على ماسي دورو جولد وماسي هير. انا خدت كده الاثنين دول او قلت الاثنين مع بعض قبل ما ندخل في ماسي هير وماسي دورو جولد، علشان خاطر بعد النجاح اللي انتوا حققتوه في ماسي دورو جولد قررتوا ان انتوا تعملوا ماسي هير. طيب الاول كلميني عن ماسي دورو جولد ومكوناته ايه هي، وبعد كده ندخل بقى في المنتج الجديد اللي برضو هيعمل طفره في عالم التجميل بس من ناحيه الشعر. فكلميني عن ماسي دورو جولد الاول للبشره. كريم ماسي دورو جولد حقق نجاح كبير جدا، حقق طفره كبيره في عالم التجميل لانه ملوش منافس. انا على طول بقول كريم ماسي ملوش كومبيتيتور في السوق. كريم ماسي دورو جولد فيه سر تركيبه منفرده جدا. كريم ماسي دورو جولد فيه 56 عنصر. كريم ماسي دورو جولد انا بقول لما هنستخدمه هنقدر نعالج كل علامات التقدم في السن في علبه واحده. بقول للستات ما تخافش، واتس نيفر تو ليت. يعني ممكن عميله تقول يا دكتوره دينا انا عندي 65 سنه انا مش عارفه بفكر اشتريه او خلاص راحت عليا. فبقول انت تبتدي باي سن بكريم ماسي. كريم ماسي دورو جولد طبعا ليه سر تركيبه منفرده جدا وليه فوائد مهمة جدا للبشرة، هو ده اللي خلاه من أنجح مستحضرات التجميل في العالم، لأنه هو ثلاثة في واحد. بالزبط. دايما بتقولي لي الكلمة دي، هو وقائي وعلاجي وتجميل. بالزبط. طيب لو هنتكلم في الناحية العلاجية، يعني ليه ماسي دورو جولد ممكن أنه هو يصنف أنه هو كريم علاجي؟ لانه في ست فوائد مهمين جدا للبشره. انا بقول ان كريم ماسي دورو جولد بيعالج لي كل علامات التقدم في السن. من اهم فوائده اول حاجه كريم ماسي بيقدر يعالج التجاعيد والفاين لاينز والخطوط الرفيعه. كريم ماسي دورو جولد بيساعد على تفتيح البشره ويساعد على علاج الهالات السوداء اللي كلنا بنعاني من مشكله الهالات دي، وبيساعد على يونيفاي سكين، بيوحد لون بشرتي، بلس انه بيعالج الكلف اللي بيبقى موجود واثار الشمس واثار حب الشباب. كريم ماسي دورو جولد بيساعد جدا على ترطيب البشره، مهم قوي ان انا ارطب بشرتي بالميه. كريم ماسي دورو جولد هيديني نضاره، هيديني نورشنج من اول دهنه. يعني يقول لي يا دكتوره دينا هو فعلا كريم ماسي دورو جولد هيديني نضاره من اول دهنه؟ انا بقول الكريم الوحيد اللي هيدي الجلوينج من اول دهنه هو كريم ماسي دورو جولد، بلس انه فيس ليفتنج. ماسي دورو جولد بيقدر يشد الوش من غير التقنيات التجميليه اللي بتحصل، بس طبعا فيس ليفتنج على الترهلات البسيطه. الترهلات العميقه يا اما بنعمل خيوط او عمليات جراحيه، وبستخدم كمان كريم ماسي لانه بيعزز جدا التقنيات التجميليه الاخرى. طيب في الناحية التجميلية دي دايما بيبقى فيه سيدات وبيبقى فيه رجال بيبقوا دايما مواظبين على موضوع الفيلر والبوتوكس، وبيحتاجوا ان هم يروحوا كل كام شهر كده علشان خاطر يعيدوا تاني الموضوع بتاع الفيلر والبوتوكس. مش بس كده، كمان النضارة زي البلازما. طيب ازاي كريم ماسي دورو جولد برضو قدر ان هو يلعب شوية في المنطقة دي؟ بمكوناته يا شيرين. يعني انا بقول ماسي دورو جولد ليه 56 مكون، منهم 23 عنصر فعال. كل عنصر بيشتغل على مشكله المهم من علامات التقدم في السن. اول مكون عندي مهم جدا جزيئات الذهب. الذهب هو اللي بيعمل وايتنينج، هو اللي بيفتح البشره. الذهب هو اللي بيعالج التجاعيد
وكله مضادات اكسده. تاني مكون عندي الكافيار. الكافيار مهم جدا لان الكافيار برضو بيعمل وايتنينج وانتي رينكل مضاد للتجاعيد، والكافيار 70% منه ميه فبيساعد على ترطيب البشره. تالت مكون عندي مهم قوي، مكون الهيلورونيك اسيد. دي ماده الفيلر موجوده جوه عبوه ماسي دروجولد. الماده دي بتعالج لي الفاين لاينز والتجاعيد، بلس انها ماده بتساعد جدا على ترطيب البشره. عندي البروتين الاساسي لصحه بشرتي الكولاجين. يمكن كلنا بعد سن ال 25 سنه نسبه الكولاجين بتقل، فانا اقدر اعمل بالانس للكولاجين ليفل لان ماسي دروجولد فيه كولاجين، بلس ان الذهب والكافيار بيحفزوا على انتاج السيلف كولاجين اللي وقع مننا من بعد سن 25. أوكي. عندي ماده مهمه قوي المسؤوله عن الفيس ليفتنج، ماده السيراميد هي اللي بتقدر تشد بشرتي. عندي مادتين بيشتغلوا على السان سكرين، التين اوكسايد والتيتانيوم دايكسايد. كل المواد دي هي اللي خلت ماسي دروجولد يقدر يعالج لي كل علامات التقدم في السن بدون اي تدخلات تانية من كريمات او فيلرز. طبعا هو ماسي دروجولد لا يتعرض اطلاقا مع الفيلر. يمكن عندي عملاء بيحبوا طبعا يستخدموا فيلرز، فاستخدموا ماسي دروجولد مع الحقن الفيلر والبوتوكس، لقوا ان النتيجه احسن بكتير من ان احنا نحقن من غير ما نستخدم ماسي دروجولد مع الحقن. بتاخر كمان، انت قلتي لي ممكن تاخر مثلا الفتره بتاعت ان احنا نروح نجدد الفيلر لان هي فيها ماده الفيلر وفيها ماده بتشتغل زي البوتوكس. أوكي. اسمها اسيتال هيكسابيبتايد. بلس ان ماسي دروجولد انت عندك مكونات تانية مهمه جدا مش موجوده في الفيلر. الفيلر هي ماده واحده بس اسمها هيلورونيك اسيد. انا عايزه امد بشرتي بالفيتامينز والاوميجا والمعادن والكافيار والذهب، وعايزه امده بالكولاجين، فكل الحاجات دي مهمه جدا لبشرتي من بعد سن ال 25 ده اكيد. طيب بنستخدمه بقى ازاي قبل؟ عشان انا معايا تقرير هنطلع نشوف التقرير ده، بس قبل التقرير انا عايزه اعرف كيفيه استخدامه. طريقه استخدام ماسي دروجولد سهله جدا، هيستخدم صباحا ومساء. بضغط 4 ضغطات على كف ايدي مش اكتر من كده، يعني يمكن قولي لي ايه هحط 15 ضغطه، هو ماكسيمم 4 ضغطات. فبوزعه على الوش وتحت العين ورقبتي ما انساهاش، وفيري جنتل مساج من تحت لفوق، والخدود فيري جنتل مساج، وما انساش العين تحت العين فيري سوتبل. الجبهه اللي بتطلع فيها تجاعيد ال111، كل الحاجات دي نركز فيها، وحوالين بقي لو غامق اركز فيه. بس هي دي طريقه استخدامه، يستخدم صباحا ومساء. عندي عملاء بيحبوا يستخدموه مره واحده بس، بنصح يبقى بالليل لان استجابه البشره بالليل بتبقى اعلى من الصبح. طبعا اكيد هبقى غسله وشي قبل ما استخدم ماسي عشان البشره تبقى نظيفه وتقدر تستقبل مكونات ماسي دروجولد العظيم. قمر هنطلع نشوف مع بعض التقرير اللي جاي ده عن ماسي دروجولد، ونرجع تاني نكمل حوارنا مع دكتوره دينا ابو الصبط. ماسي دروجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دروجولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دروجولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Duro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Duro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Duro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Maci Duro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت
ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين حوارنا مع دكتور دينا أبو سعود. دكتور دينا، احنا كده اتكلمنا عن ماسي دورو جولد، بس في بوينت، البوينت دي يمكن اللي هي بتهم الناس شوية اللي بيبقوا عايزين يطمنوا دايما، بيبقوا خايفين على صحتهم، التراخيص. عايزاك تكلميني عن التراخيص شوية بتاعت ماسي دورو جولد. طبعا كريم ماسي دورو جولد مرخص وموثق من ثلاث جهات مختلفة، اول حاجة وزارة الصحة المصرية، تاني حاجة دول الاتحاد الاوروبي، وثالث حاجة الامارات حكومة دبي. وحرصا ان السادة المشاهدين يطمنوا، احنا بنظهر تراخيصنا على الشاشة يوميا. اوكي، وكمان هو ايطالي التصنيع. طبعا منتج ايطالي صنع فروم اي تو زد. وطبعا التراخيص مش عقدة الخواجة يعني دي عقدة الخواجة. التراخيص اهي كمان قدامنا على الشاشة. مهم قوي ان السادة المشاهدين يطمنوا جدا 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 ان هم بيحطوا حاجة على وشهم. انت عارفة الوش سيف. بقى سيف طبعًا. الوش بقى لو حصل له مشكلة بتزعلي جدا وبتاخدي يعني وقت طويل في علاجه. فطبعا التراخيص ظاهره على الشاشه، مفيش اي اعراض جانبيه اطلاقا، يستخدم ومناسب لجميع انواع والوان البشره وجميع الاعمار ابتداء من 18 سنه. في عروض في ماسي دورو جولد؟ طبعا ده عرض قوي جدا بقى. يعني يمكن شركه ماسي عامله 30% خصم، ده اقوى عرض الشركه عملته على مدار السنين، ان يبقى في خصم 30%. الكميه محدوده جدا، نقدر نتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه فقط، لاننا ما لناش اي منفذ بيع اخر، وشركه ماسي موفره مناديب في كل محافظات مصر. وكمان مفيش مصاريف شحن اعتقد. لا، مصاريف الشحن مجانا. دي حقيقه. طبعا انت اتكلمتي قبل كده وبعدين واحنا قبل ما نصور جت مكالمه، بس كانت في جنوب سيناء. ايوه، فقالت لها المصاريف الشحن مجانا. قلت يا في جنوب سيناء. بنوصل لجنوب سيناء وبنوصل للاقصر وبنوصل لاسوان وبورسعيد، كان عندي النهارده، وعندي النهارده في اسكندريه. لا انا مش عايزه اظلم، ما شاء الله، واسكندرانيه مش قادره اقول لك. ايوه في الجمال والتهذيب. انت اسكندرانيه عشان كده قمر. والمنصوره عندنا والشرقوه وكل حته. احنا على فكره فعلا ماسي دورو جولد اثبت نجاح كبير، وفعلا مش مقتصرين على محافظه معينه او فئه معينه من المجتمع. عشان كده انتوا عملتوا كمان ماسي هير. طبعا. صحيح. ده بناء على رغبه الناس اللي استخدموا ماسي دورو جولد للبشره، وطلبوا منكم ان انتوا تعملوا كمان ماسي هير. اخيرا حققنا امنيه عملاء كتير عندنا، ان في سبراي علاجي بيعالج لي كل مشاكل الشعر، سبراي اسمه ماسي هير، من اقوى العلاجات للشعر. لان السبراي ده فيه مكونات مهمه جدا، انا عندي الجينسينج، عندي البيوتين، عندي الروزماري، عندي الكافيين، عندي كمان الساو بالميتو. من اهم فوائد ماسي هير انه بيقدر يوقف تساقط الشعر تماما، يقدر يتقل الشعر ويعالج الفراغات الموجوده عند الستات والرجاله، اللي هي الفراغات والسبوتس الموجوده في الشعر. بيقدر يطول الشعر جدا لانه بيحتوي على ماده الكافيين، الماده دي بتقدر تطول عمر الشعرايه بنسبه 33%. عندي ماده الروزماري، ماده مهمه قوي بتخلي ريحه شعرك حلوه قوي. أوكي. بلس ان الماده دي هي المسؤوله عن تاخر نمو الشيب او الشعر الابيض. عندي ماده الصبار، كلنا واحنا اطفال كنا بنجري على زيت صبار عشان نحطه على شعرنا. صح. طبعا مليان في ماسي هير. عندي ماده مهمه قوي بتساعد على ترطيب الشعر وبتحمي شعرنا من استشوار والبيبيليس واشعه الشمس، اسمها بانثينول، كلنا عارفين البانثينول يعني. هي دي اهم مكونات ماسي هير. ماسي هير 200 ملي كورس كامل، بيكفي استخدام 6 شهور. والحلو قوي انك لما بتخلصي العلبه مش محتاجه على طول ترجعي تشتريه، لان الشعر ما بيرجعش ينتكس تاني. طيب انا عندي مشكله اللي هي بتاعت الجلوبينج. بعمل شعر كتير طبعا. بحكم او بطبيعه شغلي، فانا بحس ان شعري غلبان كده. أيوة. يا عيني، وبصي اهو صغنن وغلبان. انا قلت لك قبل الحلقه شعرك عاجبني. قلت لي خلي شعرك قصير. كنت بلبس اكستنشنز، هي قالت لي خلي شعرك كده قصير هيبقى احلى عليك. طبعا سمعت كلام عشان هي زي القمر، فسمعت كلامك. بيدي جلوينج ماسي هير؟ انا بقول ماسي هير بيبقى حلو قوي سواء شعرك قصير او طويل. مع استخدام ماسي هير انت مش هتلجئي للاكستنشنز. مع ماسي هير بيعمل لك نورشن، بيعمل لك نضاره حلوه قوي للشعر. الشعر مهم قوي يبقى بان صحي. سواء قصير. أيوة. سواء طويل. ممكن يبقى شعرك طويل وشكله ميت. شكله مش صحي. ماسي هير بيعالج لك الشعر من جدره،
والحلو كمان يا شيرين في ماسي هير، يمكن بنات كتير بتقولي انا بلجأ للاستشوار كتير، هل احطه على شعري؟ انا بقول احسن حاجه انه يتحط على الجدر، لكن انا اقدر احطه على شعري كمان عشان هو اولا ما بيزيدش وبيحمي شعرتي من السشوار والبيبي ليس. انت عارفه السشوار الكتير بيبخر الميه، صحيح، والميه والشعر خلايا حيه محتاجه ميه يعني. طبعا احنا عندي عرض حلو قوي على ماسي هير، أيوة. خصم 50% على ماسي هير، اتمنى ان كلكم تقدروا تستفادوا بالعرض. يبقى ماسي دور جولد 30، أيوة. وماسي هير 50 على فتره محدوده، الكميه او شكت على النفاذ، اتمنى ان كل الناس تقدر تستفادوا. انا بشكرك جدا يا دكتور دينا على وجودك معايا النهارده في عيش صح، وان شاء الله هيكون لينا فقرات مختلفه مع بعض باذن الله ان شاء الله. وبصي بقى اقنعيني بقى بلوكس كده جديد أبر. عشان انا هقتلع بقى بذوقك. كانت معانا دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لمجموعه شركات ماسي فورم. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من عيش صح. اهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. فتره الحمل بتكون اهم فتره في حياه كل زوجه وكل ست بتحلم باليوم ده من يوم ما بتتولد. بتبدا من اول يوم بتفكر في كل حاجه تخص المولود اللي جاي، وبتبدا تعد الايام والليالي لحد ميعاد الولاده الطبيعي. لكن بتيجي الولاده المبكره بتغير كل توقعاتها وترتيباتها اللي عملتها دي كلها. بيبدا طبعا الخوف يزيد والقلق على الجنين وصحته بيشغل بالها بشكل كبير جدا، ولان مش كل الناس عندها معلومات كافيه عن الولاده المبكره، النهارده في فقرتنا هنوفر كل المعلومات لكل زوجه وكل ام بتشوفنا دلوقتي عن ايه هي الولاده المبكره وايه هي اعراضها واسبابها. كل ده واكتر هنعرفه مع ضيفي اللي منورني النهارده في الاستوديو، دكتور يحيى علي، دكتوراه التوليد وامراض النساء واستشاري العقم وجراحه المناظير. دكتور يحيى اهلا بحضرتك، منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا. الولادة المبكرة زي ما قلنا كل أم من أول ما بتعرف إنها حامل بتبدأ يا دكتور تقول فاضل كام يوم علشان أشوف البيبي، فاضل طبعا لحد الميعاد الطبيعي اللي هو لحد آخر الشهر التاسع. بنبدأ مرة واحدة تحصل دروب كده في النص وفي ولادة وفي علامات ولادة وحاجات كتيرة بتحصل. نعرف الأول يا دكتور يعني إيه هي الولادة المبكرة علشان برضو نترجم لو لقينا أي كده أعراض بتحصل نفهم على طول إن دي أعراض ولادة مبكرة. الولادة المبكرة تعرفها الولادة اللي بتحصل قبل 37 أسبوع كاملة من الحمل، يعني هو الحمل المفروض 40 اسبوع. اوكي. اللي تحمل اللي تولد قصدي قبل 37 اسبوع كامله، يعني تقريبا كده بتعبيراتنا الدارجه في نص الشهر التاسع، اللي تولد قبل نص الشهر التاسع تعتبر كده بتولد ولاده مبكره. حتى لو في بدايه التاسع. طبعا. حتى لو في بدايه التاسع، لغايه نص التاسع، قبل نص التاسع تبقى ولاده مبكره. طيب اكيد في اسباب بقى بتخلينا نسرع عمليه الولاده او تحصل مشكله الولاده المبكره دي، الاسباب دي ممكن نقولها في ايه؟ بالظبط زي ما حضرتك بتقولي، هو اصلا الولاده المبكره مجموعتين كبار، في مجموعه حاجه اسمها ولاده مبكره المحفزه، يعني انا كدكتور بضطر اسرع عمليه الولاده او اخلي الست تولد بدري، وفي حاجه اسمها الولاده المبكره التلقائيه، يعني واحده من نفسها كده حصل لها اعراض ولاده وولدت. كل واحده فيهم ليها اسباب. سريعا كده، الولاده المبكره المحفزه، يعني انا امتى اتدخل عشان اولد ست بدري؟ الدكتور هو اللي عامل كده. ايوه بالظبط. اول حاجه لو السيده عندها مشكله، يعني واحده مثلا عندها ارتفاع ضغط الدم مع وجود زلال اللي بنسميه تسمم الحمل، لازم تولد، لان استمرار الحمل فيه خطوره شديده جدا على حياتها وحياه البيبي. صحيح. الحاجه الثانيه مثلا لو واحده مثلا مريضه بمرض السكر، والسكر بتاعها بالذات لو هو مش متظبط، شويه عالي شويه واطي، نزود انسولين نقلل انسولين وبرده مفيش استجابه، كده البيبي بيتعرض لمخاطره شديده جدا. تمام. فبالتالي اول ما بنحس ان البيبي دخلنا الشهر التاسع ومش ممكن، يعني ايه، ما نستناش زياده قوي عشان ما يحصلش مشاكل بالنسبه للبيبي. او لو في برضو مشكله بالنسبه للبيبي نفسه، يعني مثلا واحده عندها حاجه او طفل عنده حاجه اسمها قصور في وظيفه المشيمه، يعني ايه، يعني المشيمه اللي هي المفروض توصل الدم والغذاء للبيبي مش بتشتغل كويس. أوكي. فالبيبي كده مش واصل له دم كويس، مش واصل له اكسجين كويس، وزنه قليل، فبالتالي كده معرض لاخطار شديده. طبعا. فممكن اضطر اولد بدري. او طبعا المشكله الشهيره اللي يعني معظم الناس عارفاها، ان السائل الامنيوسي اللي هو حوالين البيبي اللي بنسميه ميه الجنين، الكيس بتاعه اتفتح قبل الاوان، وده طبعا بيحصل بنسبه 1-2% من الحمل، نسبه كبيره مش قليله. اللي هي يعني بنقول بالبلدي كده الميه خلصت اللي حوالين البيبي. يعني الميه، كيس الميه اتفتح والميه نزلت، او الميه قلت او الميه خلصت، فطبعا ده ممكن بيسبب مشاكل للبيبي لو استمر الحمل بعد فتره معينه، فممكن يخلينا نعجل بالولاده. ده كله بنسميه ايه، حاجه اسمها ولاده مبكره محفزه. اوكي. او برضو في مشكله ثانيه بتحصل، ان ممكن السيده نفسها ما تكونش عارفه ميعاد الولاده بتاعتها امتى. يعني حاسبه غلط مثلا؟ بالظبط. احنا بنحسب ازاي المفروض ميعاد الولاده المتوقع؟ عن طريق حاجتين، يا اما تكون فاكره ميعاد اخر الدوره الشهريه، يا اما عن طريق الاشعه التلفزيونيه في الفتره الاولى من الحمل. في الفترة الأولى. بالظبط. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش واحدة تيجي الشهر الخامس أو السادس تقول لك مثلا، تيجي للدكتور تقول يا دكتور سمحت أنا عايز أعرف أنا هولد إمتى.
الاشعه هنا ما بتبقاش دقيقه في تحديد عمر الجنين بالظبط. طب ليه يا دكتور؟ ممكن عشان البيبي بيبقى حجمه كبر شويه لكن في البدايه بيبقى صغير. دي قاعده علميه مع كل دكاتره الناس عارفينها، كل ما يكون عمر الجنين صغير أقل. بالنسبه للاشعه التلفزيونيه بيكون دقه تحديد عمره وحجمه اسهل بكتير من لما يكون يكبر. ليه؟ لان لما بيكبر البيبي في اختلافات كتير، في بيبي بيبقى حجمه كبير حجمه صغير صحيح. لكن في الفتره الاولى اول شهرين كل الاطفال بيبقى حجمهم واحد فبالتالي اقدر احدد بدقه. فعشان كده برضو دي نصيحه مهمه برضو في البدايه كان اقولها، لازم اي واحده حامل اول ما تحمل في الفتره الاولانيه تتابع مع الدكتور بتاعها، يعني لازم تروح زياره في بدايه الحمل. يعني الزيارات الاوليه دي مهمه جدا وليها يعني ده موضوع كبير، بس احنا في موضوعنا هنا هنتكلم عن ان هو بيحدد او بيخلينا نعرف ميعاد الولاده المتوقع بشكل دقيق. يعني طيب اكيد في يا دكتور اعراض بقى بتحصل علشان نحس ان في هنا مشكله او في ولاده بتحصل، اكون فاهمه ان الاعراض دي لما تحصل لي ان انا دلوقتي لازم اروح للدكتور، الاعراض دي ايه؟ اول حاجه زي ما قلنا حضرتك من شويه ان في ستات اصلا بيكونوا برضو معرضين للولاده المبكره، يعني ممكن واحده تكون هي اصلا لازم نعرف مين هي الجروب برضو اللي هو ممكن يحصل لها ولاده مبكره. اول حاجه لو واحده حصل لها ولاده مبكره قبل كده دي برضو لازم نخلي بالنا منها، عندها قابليه ان هي بالزبط. ممكن يحصل لها. تاني حاجه لو واحده عندها مشاكل في الرحم. يعني ايه مشاكل في الرحم؟ يعني واحده بس عندها لوفه كبيره في الرحم او عندها حاجه اسمها حاجز رحمي او رحم ذو قرنين، كل الحاجات دي بتخلي الرحم معرض ان هي يعني يحصل فيه ولاده مبكره. او طبعا حمل التوائم دي حاجه مشهوره جدا، الحامل في توائم دي معرضه بنسبه 50% للولاده المبكره. او لو واحده طبعا عندها كميه الميه اللي حوالين البيبي زياده عن اللازم فبرضه ده بيخلي ممكن يحصل ولاده بدري. والحاجه الاخيره بقى المهمه اللي هو عنق الرحم، لو عنق الرحم بتاعها ضعيف او قصير سواء هي مولوده بيه كده او نتيجه عمليات سابقه في عنق الرحم زي الكي الزياده او استئصال جزء منه او كده زي الصوره اللي حضرتك شايفاها دي. يعني ده فرق مثلا ما بين عنق الرحم الطبيعي اللي هو على الشمال وعنق الرحم اللي على اليمين، هتلاقي حضرتك طوله قصير قوي. تمام. ويمكن ده دورنا احنا برضو لما نتكلم عن التشخيص بعد شويه ان احنا بنقيس الموضوع ده، عشان لو طوله اقل من 2 سم ونص بيبقى عرضه اكتر زي ما حضرتك شايفه برضو. الخطين الخضر دول بيمثلوا طول الطبيعي لعنق الرحم. الناحيه الثانيه زي ما حضرتك سي حاجه اسمها شورت سيرفكس، يعني عنق الرحم بيبقى قصير فده بيبقى معرض اكتر للولاده المبكره. تمام. طيب احنا قلنا الانواع اللي هي ممكن تكون في حاله ان الدكتور بيتدخل، الانواع الثانيه اللي هي خارج بقى اراده الدكتور وخارج اراده السيده دي بتبقى ايه؟ عباره عن ايه؟ زي ما قلنا هو واحده تبقى حامل مثلا وبعد كده فجاه مثلا على الشهر السابع او الشهر الثامن تفاجئ ان حصل دخلت في اعراض ولاده، ابتدى يبقى في انقباضات رحميه متكرره ومنتظمه بشكل منتظم، عنق الرحم بدا في الاتساع وابتدت تنزل الافرازات اللي احنا متعودين نسمع عنها او الناس بتبقى عارفاها بتاعه الولاده، ومن غير اي مقدمات غالبا بندور على سبب زي ما قلنا بيبقى غالبا عنق الرحم ضعيف زي كده او عندها مشكله معينه في الرحم هي اللي عملت لها كده او تعرضت لالتهاب او عدوى في عنق الرحم هي اللي ممكن تكون عملت الموضوع ده. طب ممكن يا دكتور نعمل حاجة نتفادى بيها ان السيدة لو هي امر خارج عن ارادتها تحصل الولادة المبكرة دي ولا مش بارادتنا؟ حسب الست جاية في انهي مرحلة. يعني احنا دلوقتي عندنا ست حالتين، الحالة الاولانية واحدة جاية خلاص في ولادة يعني دي جاية خلاص مفيش اي حل، مفيش فرصة ان احنا نمنع الولادة، دخلت خلاص عنق الرحم اتسع وابتدت الراس تنزل وخلاص. فده طبعا هنا دورنا احنا كدكاترة الاطباء نفسها بتبقى بسيط شوية، انت بس عايز تخلي الولادة تتم بشكل غير متعسر ما يبقاش في اي صعوبة في الولادة او يعني خطورة في الولادة على البيبي. تمام. وتدي الست مضادات حيوية اثناء الولادة وادوية معينة عشان ما يحصلش اي عدوى بكتيرية للبيبي اثناء الولادة. تمام. انما الشغل الاساسي في الحالات دي بيبقى على زملائنا اطباء الاطفال والمبتسرين، هم طبعا اللي بيتعاملوا مع الطفل في صغير زي كده لازم يبقى دكتور كويس ومتميز طبعاً. وعنده امكانيات كويسة عشان يقدر يستقبل بيبي زي كده ويحافظ عليه وما يحصلش عنده حل اي مشكلة نازلة عند البيبي يعني. انما بقى المجموعة التانية اللي هي الست اللي هي عندها اعراض يعني زي مغص متكرر او طلق مبكر بس مش ما دخلتش في ولاده اكتف يعني ودول اللي احنا زي ما قلناهم غالبا بيبقى الجروب اللي احنا قلناهم، واحده عندها كان حصل الكلام ده قبل كده، واحده عندها مشكله في الرحم او كده، دي بقى اللي هو احنا دورنا اللي احنا بنشتغل عليهم يعني دي المجموعه اللي احنا لازم نتعامل معاها عشان نحاول ناخر ميعاد الولاده قد قدر الامكان ونحاول نحافظ على الحمل اطول فتره ممكن. عشان متوقعين كمان ان ممكن حاجه زي كده تحصل فاحنا مستعدين لها بالزبط. يعني كويس مستعدين. تمام. طيب اي حاجه يا دكتور ممكن اهم حاجه تيجي في بالنا او تيجي في بال اي ام حصل لها ولاده مبكره واول حاجه بتقول البيبي، هل هو هينزل كويس؟ هل هو هينزل تعبان؟ هل يعني في اعراض معينه وارد ان هي تحصل اكيد للبيبي ولا ممكن طفل ينزل ويعدي بسلام ما يكونش فيه مشكله؟ كويس. هو ده طبعا بيتوقف على حسب مبدئيا عمر البيبي، يعني هو احنا الولاده المبكره قلنا ان هي اقل من 37 اسبوع، ممكن نقسمهم كده لمجموعتين، في مجموعه
34 اسبوع ل 37، يعني الفتره اللي هي من 34 ل 37، وفي مجموعه بقى اقل من كده. المجموعه الاقل من كده بصراحه هي اللي بتبقى يعني للاسف اللي هي 32 و 31 بتبقى صعبه، او يعني بتبقى معرضه للمضاعفات. ليه؟ لان الاعضاء الداخليه والوظائف الحيويه للبيبي ما تكونش اكتملت، وبالذات نتكلم عن الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز المناعي. فعشان كده الاطفال دول لا قدر الله بيكونوا عرضه طبعا لمشاكل في التنفس والتهابات رئويه متكرره، او مشاكل في المخ لا قدر الله في صوره مثلا ممكن تظهر في بعد الولاده على طول، او حتى في مراحل متقدمه من العمر، مثلا ضعف في مستوى الذكاء وتاخر عقلي او كده. وطبعا بالاضافه ان الجهاز المناعي بتاعهم بيكون ضعيف جدا، معرضين للعدوات متكرره او كده. الاطفال اللي من 34 ل 37 هم اكبر شويه، بيبقى الوزن البيبي غالبا مثلا في حدود 2 كيلو او اكتر، فبيبقى الحاجات دي بتظهر ممكن او ما تظهرش بشكل اقل شويه، اخف شويه. طيب اكيد يا دكتور زي ما قلنا ان لو الدكتور عنده فكره ان الحاله دي ممكن يحصل لها ولاده مبكره، او احنا عندنا مثلا الهيستوري بتاعها ان هي وارد يحصل كده معاها، اكيد في احتياطات الدكتور بيعملها حضرتك قلت، بس عايزين بقى نعرفها ايه هي. يعني ممكن الدكتور يعمل ايه لو احنا من البدايه خلاص قررنا ان احنا هنروح للدكتور علشان هو عارف الحاله وهيكمل بقى معاها لحد الاخر ويلحق بقى اي حاجه تحصل؟ كويس، مبدئيا المفروض نبدا من بدايه الحمل، يعني ما نستناش مثلا واحده عندها ريسك ان هي ممكن يحصل لها ولاده مبكرة. المفروض تتابع متابعة دقيقة من بداية الحمل، مش تقول مثلا انا مثلا ولدت المرة اللي فاتت في الشهر الثامن او السابع فانا من الشهر السادس هبتدي اتابع كويس، لا مفيش حاجة اسمها كده، لازم تتابع كويس من بداية الحمل. ونبتدي طبعا ننصحها بشوية نصائح، او اهمهم طبعا الراحة، بلاش المجهود العنيف المبالغ فيه اللي ممكن يكون يعمل مشاكل في الرحم زيادة. تاني حاجة بنستخدم أدوية مثبتات الحمل، هنا الغرض منها بتخلي الرحم في حالة سكون، ما يبقاش فيه تقلصات او انقباضات متكررة ممكن تعجل او تدخل الست في حالة ولادة مبكرة. حاجة لازم نعمل حاجة اسمها تقييم او اسسمنت لعنق الرحم، لازم نشوف عنق الرحم بالاشعة التلفزيونية كويس، نشوف طوله قد ايه، هل هو مثلا طوله مناسب زي الصورة اللي حضرتك شايفاها دي، يمكن الصورة اللي على الشمال بتبين عنق الرحم هو مقفول وكويس ما فيهوش اي مشكلة، الصورة على اليمين تلاقي فيها جزء اسود كده زي ما حضرتك شايفة، ده عنق الرحم كده بدأ يفتح. فالست دي تبقى برضو عندها يعني نسبة خطورة اعلى شوية، فلازم نقيم الموضوع ده كويس ونبقى عارفين عنق الرحم كويس. الحاجة التانية او الحاجة الرابعة اللي ممكن نعملها، لازم ناخد مسحه برضو من عنق الرحم، لان ممكن لو في اي بكتيريا او اي ميكروبات ممكن تسبب ان يتعجل بحدوث التهابات تفتح عنق الرحم او تفتح كيس المي اللي حوالي البيبي وتعمل ولاده مبكره. في بعض الحالات لو اكتشفنا ان السيده دي عندها مشكله في عنق الرحم، ودي مش كل الحالات بالمناسبه، بنلجا لعمليه اسمها عمليه ربط لعنق الرحم. احنا عنق الرحم عندنا بيكون مفتوح او واسع او صغير او قصير، فبالتالي بنعمل غرزه كده معينه او كليبس بيتركب بشكل معين بحيث يقفل عنق الرحم ده وبيخليه يفضل مقفول وثابت لاطول فتره ممكنه لحد ميعاد الولاده مثلا. تمام، ودي برضو عايزين نتكلم في النقطه دي بشكل كويس، ان دي مش كل الحالات المفروض تعملها، مش اي واحده حصل لها ولاده مبكره قبل كده يبقى لازم نعمل لها ربط في عنق الرحم في الولاده الحمل اللي بعد كده، لا، دي لازم تتم وفق مقاييس معينه والدكتور يحددها في حالات معينه بس هي اللي ممكن يعمل فيها الحاجه. بتحصل كتير يا دكتور؟ يعني حضرتك ممكن تشوف الحاله دي كتير ولا نادرا؟ لا مش نادرا طبعا، بنشوفها كتير جدا كتير. كمان الحالات اللي هو الواحده عندها عنق رحم قصير ومحتاجه عمليه ربط بنشوفها كتير، والحقيقه العمليه دي من العمليات اللي بتجيب نتائج كويسه جدا وبتاخر الحمل، ممكن يوصل لغايه الشهر التاسع ويكمل عادي مفيش مشكله. طب هي دكتور تعتبر عمليه يعني بيبقى في بنج واوضه عمليات وكده؟ طبعا هي عمليه جراحيه بس نسميها العمليات البسيطه، يعني هي ما فيهاش جرح في البطن، ما فيش فتح في البطن، يعني تبقى عن طريق المهبل، بندخل عن طريق المهبل وبنشوف عنق الرحم كويس، وبناخد هي كذا تكنيك طبعا للعمليه، لكن المبدا فيه ان هو بناخد غرز بتحيث تلف او حوالين عنق الرحم وتربطه او تقفله بشكل قوي يعني. تمام. ممكن العمليه تتعمل بالمناسبه عن طريق البطن برضو بس تبقى في حالات تانية. اوكي، طيب عايزين بقى دلوقتي من حضرتك شويه نصايح لكل الستات اللي بيشوفونا دلوقتي وهم قاعدين في البيت علشان ما نعجلش الولاده او نتفادى حدوث الولاده المبكره. اهم حاجه المتابعه طبعا دقيقة، لو انت حامل اول مرة او مش اول مرة، يعني سواء هي عندها تاريخ مرضي بولادة مبكرة قبل كده او حتى لو اول مرة. انما بقى لو عندها تاريخ مرضي قبل كده ده بقى بيبقى ادعى ان يتبع متابعة دقيقة، والدكتور لازم يعمل كل الفحوصات وكل المتابعات سواء بالاشعة او بالمسحة او زي ما قلنا او اي حاجة عشان يعرف ايه سبب الولادة المبكرة ويحاول يعالجها. الراحة زي ما قلنا حاجة مهمة، ما تخافيش من كلمة مثبت حمل، في واحد يقول لك اصلا انا خايف اخد مثبتات حمل مش عارف ياثر على نوع الولاده ما ولدتش طبيعي، طبعا ده كلام مش مظبوط، مفيش اي علاقه بين ده وده، لان المثبت ده مش بيلزق البيبي في الرحم، المثبت ده وظيفته ان بيمنع زي ما قلنا التقلصات المبكره للرحم مش اكتر من كده.
دكتور بشكر حضرتك، وقتنا خلص مع حضرتك، نورتنا يا دكتور وافدتنا النهارده، وان شاء الله نكمل كلامنا قريب جدا تاني مع حضرتك. نورتنا يا دكتور. شكرا. النهارده اتكلمنا على مشكله الولاده المبكره، عرفنا من الدكتور كل الاعراض وعرفنا كل الانواع وعرفنا كمان ازاي نعمل شويه حاجات بسيطه واحنا في البيت زي ما الدكتور قال لنا دلوقتي علشان نحافظ على ان المشكله دي ما تحصلش معانا. واهم حاجه زي ما دكتور يحيى قال لنا النهارده هي المتابعه من اول الحمل، سواء احنا لينا خلفيه في الولاده قبل كده او هو اول بيبي، لازم نهتم من اول يوم احنا عرفنا ان هو حامل، مش بس علشانك انت، علشان كمان البيبي اللي جاي ينزل بالف صحه والف سلامه، لان هو ده هدفنا ان انت تكوني كويسه والبيبي كمان يكون كويس. كان معانا النهارده منورنا دكتور يحيى علي، دكتوراه التوليد وامراض النساء، استشاري العقم وجراحه المناظير. خلصت فقرتنا، استنونا فقره جديده من عيش صح. مساء الخير على كل اللي بيشوفونا وبيشوفوا حلقه جديده من انبوكس احلامك اوامر، واللي بتبقى منورانا فيها مفسره الاحلام وملكه الاحلام صوفيا زاده، واللي ان شاء الله هنفسر لكم كل احلامكم عن طريق المسجات، وهنستنى برضو تليفوناتكم. ازيك يا صوفيا؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. ازيك يا صوفيا؟ ازيك يا عامله ايه؟ بحب صوفيا منك حبيبتي. ازيك يا رحمه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كله لله. طيب زي ما رحمه قالت كده، عندنا النهارده تفسيرات كتير، اولها عايزين نعرف رؤيه البيوت في المنام، لما نشوف بيت دي رؤية حلوة ولا رؤية وحشة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا كل شيء بجماله، يعني لو شفت البيت جميل وشكله يعني مرتب كده وديكوراته حلوة ومش عارف إيه، ده دلالة على فرحة داخل المكان، دلالة على أن الناس اللي هنا يغمرهم الإيمان ويغمرهم الصحة والعافية. كل ما كان البيت مضيء فده دلال على اني يعني يسود الخير وفي صلاح في البيت ده، وفي إقامة صلاة وعبادات والدنيا ماشية حلوة يعني. ولكن بعكس تماما البيت المظلم، البيت المظلم مش مستحب في الرؤية، دلالة على اني البني آدم بعيد من ربنا، مقصر في واجباته تجاه الزوجة او واجباته تجاه اولاده، فالظلام ده جاي من الظلم يعني. يعني نقدر نقول ان البيوت في المنام برضو حياة، يعني دي حياة. طبعا، واول ما تبص عليها تبص على جسم البني آدم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لا تجعلوا بيوتكم خربة. صح. البيوت اللي هي الجسد يعني دايما بالظبط، اغمروها بالايمان وال يعني القران والعبادات والقرب من الله، هو ده اللي بينور البني ادم، بينور قلبه. فبالتالي هو لازم يعني لازم اشوف بيتي اللي انا عايشه فيه ولا مش شرط. لا لا مش يعني شرط. لو شفت اي بيت ده معناه صحتي وروحي لو احنا هنتكلم بقى بالتدريج، لو انت شفتي مثلا بيت غير بيتك بتبنيه او بتشتريه او كده، فده دلاله على انك يعني لو انت لسه بنت عزباء فده دلاله على انك هتتجوزي. تمام. لو راجل شاف البيت ده هو متزوج فمعناه جواز تاني يا ابني باخرى. يا ابني اصل في الاسلام معنى كلمه بناء يعني زواج، فهو يبني بامراه اخرى. او لو شاف ان هو بيبني بيت جوه بيت. فده ده معناه ده هيدخل ست على مراته. شاطر. نمره واحد. نمره اثنين هيجوز او يعني هو لو يعني مش هيجوز بنته في بيته او بنته او ابنه، لو هو مش هيتجوز يعني خلاص يعني. تمام. او انه هيبني حاجه جديده في حياته، يعني ايه؟ يعني عمل جديد هيعمله، حاجه جديده هتتعمل في البيت هتديله بهجه كده وزياده. الزياده دي مش في الاشخاص وبس، لا زيادة كمان في الماديات. طيب البيت القديم في المنام. بصي دايما في احلام بتجيلي ان حد يقول انا شفت نفسي في بيتي القديم، في بيت جدتي. صح. في بيت. بصي دي اسمها احلام التزامن. التزامن يعني ايه؟ يعني الذكريات. يعني احنا مخنا البشري ده محتاج كل فتره والتانيه يتعمل له ابديت. فهمتي؟ ففي افكار قديمه بيطردها المخ، زي ما الواحد يعني بيطرد كل حاجه من جسمه سيئه زي السموم بالظبط كده، فهو بيطرد. فبتطرد بالذكريات. ولكن لو حصل موقف هناك لازم تنتبه، مثلا موقف مع صديقه قديمه سابقه، معنى كده بشاره ان انت هتشوفيها قريب، او هيحصل بينك وبينها اي مناقشات او اي حاجه. في على حسب تفسير الرؤيه، بس الرؤيه بوجه عام هي فتح الباب ذكريات سابقة، والدماغ بقى يعني شوية تحن حنين للماضي.
طيب صوفيا احنا لسه مكملين معاكي بس ناخد تليفون معانا سناء على الهواء. ازيك يا سناء؟ الو سناء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي معاكي. اهلا بيكي. من فضلك انا عندي رؤيتين بتوع بنتي. بنتي مخطوبه وحلمت بوالدها المتوفي قاعد على كرسي على الانتريه ولابس جلابيه بيضه. وبعدين بنتي بتقول له ازيك يا بابا؟ وقلت لها ابوكي، انا قلت لها ابوكي اتوفى. رد ابوها وقال انا ما توفيتش، انا معاك وانا قاعده اهو. كويس. وانتهت الرؤيه. طب استني، هي في حماها موجود ما ماتش؟ لا حماها متوفي. طيب في اخ؟ طيب في اخ ليها كبير؟ لا لا ملهاش اخ، مخطوبه وملهاش اخ. طيب هو عامه كده ان شاء الله. بص مش شرط البني ادمين اللي هيخدموا او هيقفوا او يساندوك في امر ما، لكن بما انه قال لك انا واقف، طبعا رضاء الام والاب من رضاء الله سبحانه وتعالى، فمعنى كده ان ربنا واقف في جوازه البنت دي. فهو بيقول لك انا حي ما متش، معنى كده ان في سند، في سندة، في حد هيقف جنبك، بس مش شرط يكون بني ادم، في اموال داخله، في حاجه سند يعني. يعني وطبعا ربنا راضي عن الجوازه. الجوازه دي حلوه بس في حاجه كده يعني على جنب كده، اللي هي بس قعدته في غرفه الضيوف شويه، في استغراب للامر يعني، هم ناس يعني ايه يعني، في حاجه كده برضو حواجز مقفوله بينهم يعني. في استغراب الامر كده، فلازم لما يبقى في جوازات يبقى في انكشاف لاسرار يعني. هو في شويه اسرار كده مستخبيه هتعرفيها بعدين. طيب لسه عندك حلم تاني يا سناء؟ يس، ولا من ناحيه الميراث؟ ممكن، وارد وارد طبعا. ما بقول لك سنده هتجيلك من ناحيه هو طمنكم، انا معاكم ده. ربنا سبحانه وتعالى واقف جنبكم، سواء بقى شخص هيساند او ماده. بارك الله فيكي. طب في رؤيه ثانيه، هي بنت شافت والدها برضو متوفي من حوالي شهر كده عندنا في البيت، في بيت عيله يعني، في وجه قبلي. وبعدين كان في الدور الارضي بيت جدها يعني. فبعد كده جاب معاه ابوها متوفي، جاب معاه حديد مدور ورسه فوق بعضه في الدور الارضي، عملوا صف لغايه السقف، وبعد ما رسوا لحد السقف عمود واحد عملوا ورسوا لحد السقف حديد مدور وثبته في الارض. حلو. وبعد كده انتوا علاقتكم ايه بقى بالرحم، صله الرحم؟ ما صله الرحم اهل باباها الله يرحمه خدوا الميراث وخدوا الاوراق وخدوا المستندات. خدوا كل حاجه. بس انا عندي شقتي قاعده فيها، بقعد فيها 20 يوم وارجع اسافر القاهره، لان هم يعني حاولوا يقتلوني انا وبنتي مره واثنين. يا ساتر. وتقريبا البيت فيه حاجات فلوس او ذهب، وهم استولوا عليها من عمتها اخت باباها، هي كبيره في السن عندها 70 سنه وانسه، فاخدوا كل حاجه منها بما فيهم المستندات. لكن انا عايز اقول لحضرتك على الرؤيه، جوزي جاب معاه حديد وحط. ايوه ما انا فهمتها خلاص، هقول لك. حاضر. لغايه فوق السقف صف واحد. حاضر. وبعد كده حط شبكه في الارض، وبعدين جاب معاه برضو حديد مربع يعني عمود واحد، وخرج بره في الشارع قدام الشباك في الدور الارضي ثبته في الارض، وبعدين حطوا قطعه واحده ومربعه وثبتها في الشارع قدام الشباك، وانتهت الرؤيه. طيب هقول بصي، هو العمود فضل. العمود هو الاساس. فمعنى ان هو يثبت طبعا مش بيثبت لهم هم، ولكن بيثبت قواعد اساسيه حس عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي صله الرحم مش اكتر يعني. بصي هو عمل واضح من الرؤيه ان هو الراجل يعني عمل عمره كله ليهم يعني، فاهمه؟ لكن هم بدروا بالسوء يعني. فحته الحديد بأس شديد، البأس ده اللي هو القيم والاخلاقيات وعماد البيت، وهو هم اللي شافوها، فمعنى كده ان هم مطالب منهم برضو يكملوا المسيره. بص انا هقول لك على حاجه، ايوه هم اذوكم وكل حاجه ومش عارف ايه وخدوا، ولكن في كلكم هتقفوا قدام ربنا وهيقتص الله سبحانه وتعالى، وما كانش اقتص في الدنيا بالفعل. ودلاله على ذلك ان هم بالفعل هيحصل البيت ده هيحصل له هدمه. هدمه دي يعني ايه؟ موت كذا فرد فيه، ولكن يبقى ذكر الراجل ده قائم ان هو السبب انهم ظلموه، فحصل فتنه كبيره
الله اعلم، مش عايزه اخوفها اكتر من كده. والحديد اللي في الشباك، الحديد اللي في الشباك ده اللي هو الكلام بقى بتاع الناس يعني بص الشباك ده كل ما هو داخل غريب، فده كلام الناس بقى فهماني. والاربعه دي الاربعه دي كمال للجوانب الحياه، حياه اللي هو بقى بنته واولاده. الرمز رقم او اربعه او الحاجه المربعه مربعه الاضلاع دي دلاله على ان كل حاجه في حياتهم مظبوطه، الصحه، المال، العيال، العمل، فهم دول في كمال ليهم. فانتوا اتظلمتوا ولكن الامان من عند الله سبحانه وتعالى طبعا، ودول هيحصل لهم كارثه وهيظل ذكره قائم. طيب هي. شكرا يا سناء. طيب هدم البيت في المنام؟ لا، هدم البيت مش مستحب. لو الواحد هدم البيت بيده معنى كده طلاق لزوجته، معنى كده ان هو بيهدم البيت باساليب تؤدي للهدم، يعني حد راجل خاين، راجل مثلا متعدد الـ يعني زي ما بقول الذنوب، فهو بالتالي البيت ده بيهدم طبعا اوتوماتيك، بيهدم لان انت بتعمل شر فبالتالي بيعود على بيتك، ولكن اللي بيعمل خير طبعا البيت بيبقى طبعا امن مؤمن، فهو كده بيهدم اسرته بنفسه. دي نمره واحد. لو شاف ان حد بيهدم له بيته معنى كده ان تدخل اشخاص بافكارهم السيئه يبثوها في الزوجه وفي الاولاد فيهدموا، يعني مثلا يعلموا العيال يشربوا حاجات مش كويسه فالبيت بيقع كده، يعلموا الزوجه تتنمرد على جوزها وهو على خير والعكس. طب تحول البيت عن وضعه في المنام، هو كان في مكانه وانتقل لمكان تاني. طيب هو ده انتقال من حال لحال افضل، بس يكون المكان اصلح، يعني شاف قاعد في مكان كده فيه زهور وحاجات ومش عارف ايه وكده، ده معناه اعتدل حاله وصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى طبعا. وبعدين بيقول لك ان ده البستان ده برضو دلاله على ان جنه، يعني بيبنى له بيت في الجنه. بس البيت ده بيتبني تسبيح معينه، باستغفار، بصبر على ابتلاء، ايا كان. طب العكس طيب في الرؤيه، يعني لو البيت وحش وانا قاعده في بيت كويس يبقى لو الرؤية في الحقيقه، في الحقيقه بيتي كويس بس في الحلم شفت بيت اوحش، لا دي وحشه طبعا. انتقال من حل أسوأ، ولازم الواحد ينتبه لان دي طبعا اول سقوط فيها الماديات، فهو بالتالي الحياه هتبقى أسوأ يعني. طيب لو مبدئيا انا عايز اسالك سؤال، في ناس بتحلم ان هي عندها بيت في الجنه؟ في حلم جالي قبل كده، واحد يعني قال ان هو شاف ان هو في يعني حد قال له ان في بيت ليك في الجنه او كده. فاللي حصل ان هو طلع الراجل ده بالفعل عنده ابن متوفي، فهو صبر، فده اسمه قصر الحمد يعني، فهو ده من كتر الصبر ومن كتر لا حول ولا قوه الا بالله يبنى له بيت في الجنه. برضه فكرتيني بحته كده صغيره، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتجول في الجنه فشاف زرعه صغيره كده، فقال يعني بتاعت مين الزرعه دي؟ فراحوا فسيله اسمها، تمام؟ قال هي لابي جهل. فقال ما لابي جهل بالجنه؟ فطبعا طلع مين بقى؟ عكرمه، ابنه عكرمه. فهو يعني زرع حد كويس فربنا سبحانه وتعالى عمل له زرعيه صغيره في الجنة. سبحان الله، رغم ان هو شبه ازاي بعيد ازاي بس سبحان الله. ابنه ربنا بقى كبير يعني. طبعا طبعا. طيب لو مثلا في الحلم شفت ان انا بشتري بيت بثمن بخس او ثمن رخيص جدا، ايه تفسير الرؤيه ده؟ معناه ان هو بيشتري ست غاليه بثمن بسيط، من غير شروط ولا خدها كده يعني عليها هديه. مش عارفه اقول لك في الحقيقه يعني، بس في الحقيقه معناه ان هو بيتجوز امراه كويسه على صلاح، لو كان البيت حلو وهو مشتريه بثمن بسيط، امراه قيمه بيشتريها بابخس الاثمان، مش مقدر قيمه الحاجه اللي معاه. والعكس بقى، لو هو البيت مش حلو بيشتريه بثمن غالي، معنى كده ان انت اتضحك عليك. في الزواج برضه كله في الجواز. طيب انا لو حلمت ان انا يعني انا في الحقيقه مثلا عايشه في بيت لوحدي، او مع لو انا متجوزه مع جوزي، وحلمت ان انا رجعت اعيش في بيت اهلي، ده معناه برك بوالديكي، معناه ان انت بتاخدي العادات والتقاليد بتاعه الاهل دول بتبثيها في بيتك، يعني القيم والاخلاقيات والمبادئ وكل حاجه كويسه هناك بتاخديها. ولكن اذا لقيت نفسك اجبرتي على الوعود هناك، يعني ان انت تمكسي معهم، فده دلاله على ان احد الوالدين يصاب
بمرض ما فتضطري ان انت تقعدي معاه، مش شرط طلاق. تمام، بس في حالات بيبقى فيها انفصال فبالتالي بترجع بيت اهلها. كده يعني. اوكي طيب ناخد شويه مسجات. يلا اول مسج من عائشه بتقول: حلمت باني كنت خارجه من بيتنا القديم وكنت ماشيه في الطريق ورايت مذيعه مشهوره كانت ترتدي فستان جميل جدا. أنا. طبعا يا بيبي اكيد حلمت بيا صدقيني وطويل فطلبت منها ان تعطيه لي فستان جميل جدا وطويل. طيب. فهي طلبت من المذيعه ان هي تديه لها فاديته لها فعلا وكنت ماشيه في طريق وانا زعلانه من ايمن مش عارفه مين ايمن وبعدين لقيت ايمن يمشي خلفي ثم اتعصبت عليه فقام هو بضمي الى صدره وحضني وكان يرتدي بلوزه بيضاء ناصعه البياض. مبدئيا انا مش عارفه مين ايمن بس واضح ان هو يقرب لها. ايمن تبعت لنا ايمن ده فاكرها؟ عائشه مبدئيا عائشه عايز اسلم عليها وعائشه من ليبيا يعني كل يوم بتبعت لي مسجات. على اساس ان احنا عارفه ايمن ده. هي بتحب شخص اسمه ايمن وتقريبا يعني انا سالتها قلت لها يعني قولي لي ايمن ده بيحبك ولا لا قالت لي بيحبني بس انا احساسي بيقول لي ان هو مش بيحبها. ايمن ده ما بيحبهاش هي بتحلم بيه كل يوم. هقول لك انا بصي هو طبعا بداية الرؤية لو هي بما انك عارفاها هي في مجال برضو الاعلام وكده. لا طيب هي ليه ماشيه ورا المذيع يبقى لازم اسم المذيع. هي فاتحه صوت البلد وبتتفرج علينا بتحبه بتحبي يبقى انت بقى عشان كده قلت لكم يا جماعه قريت عيشه قلت ايه هي كاتبه رحمه؟ لا هي لا قالت قالت مذيعه مشهوره. لا مش انا اكيد اكيد مش انا اكيد مش انا يا جماعه. بصي هي طبعا حته مشيتها ورا المذيعه دي اول حاجه الخروج من البيت ده ذكريات وحاجات كده متركنه زي ما بتقول بالظبط رحمه انها قديم كمان. متعلقه بهذا الشخص ده واضح ان الواد ده بيروح ويجي قديم يروح ويجي يروح ويجي. تمام فمشي ورا المذيعه وديتها الفستان الجميل ده فاعتقد والله اعلم ان هيظهر حد تاني غير ايمن خالص وبعدين هيجي ايمن حته ضمه ليها تاني يعني هيعز عليه ان ازاي تروح منه فهيحاول تاني ماشي وراها فهي راحت مزعقاله يعني خلاص انا واحده مرتبطه انت عايز مني ايه بس حته تشد تاني هيشدها تاني فخدي قرارك. بصي هقول لك على حاجه في بنات كتير بالوضع ده الحب او القلب هو اللي سايقهم يا ريت نركن القلب ده على جنب فكر بعقلنا شويه ورغم الاثنين فيهم نفس. طب عايز اسالك يا صوفيا هو يعني ظهور مذيعه مشهوره او ممثل اسمها مشهور بقى. طالما انت مش في المجال يبقى يؤخذ اسمها يعني مثلا رحمه مثلا فهو الرحمه دي معناها زواج اللي هي ود ورحمه وكده تمام زواج وحب بين الطرفين تمام مثلا بقول لك اسماء لكن يعني لو ما نوران دلاله على القران بقى طبعاً. اي حاجه فيها نور فهي تندرج تحت القران فهي معناها التزام بقى التزام بالله مش عارفه. طب انا عايزه اقول لك على حاجه يا صوفيا ان عائشه بعت مسج تاني برضو فيه ايمن برضو؟ فانا عايزه ادعي لك يا عائشه وان شاء الله قولي. تكوني مش زعلانه مني عشان بتبعت لي عائشه مسجات كتير. لا احنا نستضيف ايمن هنا بقى والله العظيم واقول لك ربنا يا رب يعني يرزقك وتبقوا مع بعض وربنا يريح حالك. بس واضح طيب. يا رحمه ان هي كمان بتدعي انه ايمن يبقى من نصيبها يعني بالظبط. وانا عارفه انا هقول لك على حاجه في ناس كتير تقعد تدعي تقعد تدعي وتقول لك ما بتحققش ليه الرؤيه. رؤية الله ونظرته ابعد طبعا. يمكن انت فرحانه دلوقتي مؤقتا ربنا بعدك عن الشر احنا بنبص تحت رجلينا لكن نظرة الله ابعد طبعا. ممكن ايمن ده فرحانه بيه شهر شهرين راحت الفرحه وراحت زهوه الارتباط ويظهر بقى تنزل تقع الماسكات ويبان على حقيقه لان انا فاكره ان احنا فسرنا لها رؤيه ان هو ايمن مش حقيقي. ايوه بالظبط ايوه كذا مره كل اسبوع بتبعت لنا عيش نبوسك يا عيشه ونسلم عليكي قوي. جنى عبد الله بتقول رايت اني احمل وعاءين ماء في كل يد وعاء مليء بالماء وضعت فيه وضعت به سلالم طويله حتى انتهت كلها طلعت بيهم سلالم طلعت بيهم تقريبا لا بس مش جي دي ايه ممكن تكون طلعت مش عارفه وكانت هناك براز لا مش عارفه ماشي. على احد السلالم ولكني تجنبته متزوجه عندها عيلين بنت ولد بنتين ولد العيلين دول اللي هم الانائين اللي هم الماء دول فدول عيالها طلع بيهم سلالم السلالم دي مشقه والمتاعب واضح انها عندها مشاكل قد كده بينها وبين جوزها ومع ذلك هي ثابته وبتحاول تطلع وتقاوم عشان خاطر العيلين دول
حته الغائط او الشيء اللي قابلته في السلم ده، ده طبعا المشاكل والكلام والرغي وكده، بس هي بتتجنب، فتجنبي يعني اعتزال الشيء اللي هو فيه اذى يعني. طيب معانا مسج من نور بتقول حلمت انه اداره الجامعه طلبوني ورحت وجلست على الكرسي وجي واحد مسك ايدي ولبسني خاتم وبيقول لي مبروك واحنا اخترناكي من بين 300 واحده واداني صندوق مجوهرات فيه ذهب صيغه يعني، وانا لما شفت زميلتي في الشغل خبيته وقالت لي ما شاء الله انت جابوا لي خاتم وانا لا، علما اني عزباء. ابشري ابشري. اولا بشرى بزياده في عملها، دي نمره واحد. نمره اتنين تميز و يعني مكافآت جديده داخله عليكي. ثالثا الخاتم ده زميل عمل. تمام. الصيغه اللي هي شافتها دول دي ان شاء الله شبكه باذن الله، بس بما انها خبتها وخايفه القصه دي استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ما تقولش بقى. اقفلي وكتمي، حتى لو حد قايل لك ان في ترقيه جايه قريب ما تحكيش، والله كل اللي بيعرفه الناس بيقع يعني. بيبطل ما بيقع ما بيكملش. فانت عارفه الحاجه اللي انا عايزه الناس توقفها لي بقولها. تخيل. والله. والله العظيم. دي ماشيه في حياتي كده الحاجه. وبيحصل فعلا. طبعا دي موصوفه. اي حاجه مش عايزاها تكمل قوليها للناس. انا بقول الحاجه اللي مش عايزاها تكمل. طيب احنا لسه مكملين معاكي يا صوفيا، بس هنطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل انبوكس احلامك اوامر مع صوفيا زاده. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا من انبوكس احلامك اوامر مع مفسره الاحلام صوفيا زاده، ولسه بنفسر احلام بناء البيوت والبيوت عموما في المنام. طيب انا لو حلمت ان انا ببني بيت في مكان مستحيل البناء فيه، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت بتعلمي حد قيم استحاله تثبت معاه. يعني ايه؟ يعني مثلا بتبني في صحراء، فهتقعدي تهاتي مع شخص، ممكن الشخص ده يكون الزوج، هتهاتي معاه تهاتي معاه وهتتعبي جدا منه وترهقي، ومفيش يعني مفيش امكانيات حواليكي، ده بيت في صحراء. يعني هتعملي ايه؟ هتعملي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب ولو بيت على البحر؟ الله، ده رايق بقى. ده بيت كويس، ده انتقال وهدوء نفسي وراحه حلوه يعني. حاجه كويسه يعني. بحر يعني كل ما هو يعني يقترب، طبعا الفراعنه كانوا اكتر ناس بتقترب بنائها من البحر يعني او من النيل. ده دلاله على ايه؟ طبعا هم ليهم افكارهم، ولكن احنا الافكار اللي في الاحلام شيء تاني، ان انت بتقتربي من الجريان او سير الحياه. فدي حاجه معناها مكان بيتك جنب رزقك. طيب لو في حلم ظهر فيه انه شخص بيبيع بيته وبيشتري مكانه خمور او اي حاجه تدعو الى المعصيه، للاسف الشديد هو عنده زوجه كويسه محترمه، ولكن هو بره مش مقدرها، عربيد زي ما بيقولوا، عربيد يعني حد مش يعني مش مقيم هذه المراه، فبيفعل الفجور بره. خدت بالك؟ فده معناه ان هو للاسف الشديد يعني حد مش كويس. والعكس لو شافت الست كده فمعنى كده ان الراجل على صلاح وهي على غيره. هي مش كويسه؟ طبعا. وبرده في حاجه عايزه اقول لك عليها، لما البيت يتشاف فيه بابين ده معناه ان الست برده على خيانه. أيوة. ولو اتشاف فيه مصطبه في البيت. يعني ايه مصطبه؟ مصطبه دي حته زي كرسي كده، مش كرسي، حاجه كده بتتبني في ظهر البيت في الحيطه بتاعت البيت. بتقعد عليها لو البيت ما فيهوش مصطبه بالفعل، وشاف مصطبه جديده معنى كده انها يعني. ايه المصطبه اصلا؟ تفسيرها ايه؟ يعني في حد قاعد معاه بالظبط، بس كده. هو مش قاعد، مشارك يعني. طبعا. طب الخيانه دي او الرؤيه دي مين اللي بيشوفها؟ الراجل لو مراته بتخونه، ولا الست هي اللي بتشوفها كنوع من التحذير؟ يعني احذري. هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده وغفور، فلازم تشوفها هي الاول يعني انت كده. لكن هو لو شافها يبقى انت كده اتسترتي مره واثنين وثلاثه، مفيش فايده فيك، مفيش فايده فيك. يبقى لازم بقى او يشوف باب جوه باب، بابين جوه بعض. كل القصص دي. بس اللي عنده باب للقطه ملوش دعوه، في باب كده. ايوه الباب للقطه ده مدرسه وبيت. لا منزعه. وفي البيبان الاكبر شويه للكلاب برضه. لا لكن انا بتكلم على باب جوه باب. دي قصه ثانيه. طيب استحداث البيت. لو انا شايفه ان انا شغاله في البيت. حلو. ده معناه ان انت في اولا
في فلوس داخله، لان مش هتستحدثي بيتك الا لما يكون معاكي ماديات. صح. فدي في فلوس داخله، في انتقال لمراحل في حياتك، يعني لو عيال في الاعداديه ينتقلوا لثانويه، في حاجه جديده هتحصل لك. لو الست مثلا عقيم هتحمل، يعني حاجه فيها تجديد، فيها حياه زياده. وبرضه فيها ايه، ان البني ادم بيجدد من حاله مع الله، يعني لازم الواحد كل شويه يجدد العهد مع الله. فاهو طيب رؤيا مثلا شفت انه انا بدات ابني بيت وفي حفر وفي معدات في المكان اللي انا استعدادات فيه. يعني استعدادات للحفر، يعني ده معناه استعداد لمناسبه زواج ايا كان. الله. ايا كان الراجل، صاحب راجل البيت شاف المعدات، لو الست بقى شافته يبقى وما عندهاش ولاد على وش جواز ولا بنات. تتجوز؟ لا، هو بقى جوزها. جوزها؟ فده بقى تنبيه. يبقى الزوجه دي، بصي، هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى احل الزواج اثنين وثلاثه واربعه، بس في ناس بتستبدل الزوجه بحد يعني لا يليق. فانت لما الواحد بيعلو ولا بينزل؟ وكمان من حق الزوجه برضو ان يتجبر بخاطرها، يعني يكبر بخاطرها ويقول لها طيب حتى تكسر بخاطرها ليه؟ ما هي دي، ما يعني الجديده دي هتزيد ايه؟ ايا كان يعني هتزيد ايه؟ بس لازم زي ما انت بتكبر بخاطر دي تكبر بخاطر دي، تمام؟ ولما تيجي تختار، اختار اللي اعلى من اللي معاك، مش تختار طب في نفس المستوى في نفس، طب ايه الزياده؟ ايه الاضافه؟ هيقول لك بحبها مثلا، ما اعرفش، ما اعترفش بالحب شويه. مين؟ انا. طيب مش هدخل معاكي في التفاصيل يا سوري. طيب لو شفت ان في بيت حد مشهور، شيخ مثلا، عالم، فنان، بيترمم الله، او بيحصله ترميم، بيعاد ذكره، يعني انا هو لازم اللي بشوف، يعني اللي بشوف بيته ده يكون متوفي، حد مشهور متوفي مثلا، لو متوفي او مثلا حد شيخ من الصالحين، بس ايه يعني ما بقاش على الساحه، فمعنى ان هو تاني يتبني بيته او كده، فمعنى كده ذكره تاني بيعلو وهيحصل له شهره تاني. لكن لو تشاف مثلا، انا عن نفسي شفت حاجه زي كده، بس لحد من المشايخ الكبار يعني، ف بالفعل طلع ان ابنه شال الرايه وراه يعني، فده تجديد لعهد او مشي على نهجه يعني. فرؤية طيب لو حد حي يرزق يعني، مش ما انا بقول لك ان هتبقى له تاني راجعه تاني على الساحات، او لو كان على الميديا او ايا كان، وهيبقى يؤخذ بكلمته وكده يعني وذكره. طيب بناء البيت بالطوب الاحمر، لا ده حد بقى ايه، اناني، حد بياخد فلوس على حساب أهل بيته، حد يعني بص، الطوب الأحمر ده غير مستحب في المنام البناء بيه خالص، معناه بني آدم قاسي، قاسي أصلا يعني، حتى في رزقه وحش، وحتى مصدر رزقه على سوء. على عكس بقى البناء بالطين، الطين ده حد بتاع ربنا، حد الله. الطين ده اللي هو الطين اللبن ده، ده معناه حد قريب من الله، مدخل فلوس حلال، يعني حاجة حلوة كده، جميل. طيب لو شفت نفسي ببني بيت يعني وسط بستان مثلا، دي زي ما قلنا في بداية الحلقة، دي معناها ان البني ادم كثير التسبيح، كثير الذكر، فبالتالي او لا حول ولا قوة الا بالله، هي دي اللي بتبني بيت في الجنة. ودي يعني مش شرط يكون البني ادم مبتلى عشان يقولها، لا، اكثر من ذكرها فهي فعلا. وبعدين كمان في الصبر، الصبر على الابتلاء، سواء كان الابتلاء ده في البيت او بره البيت او ايا كان، وحتى لما بتبقى رحيم برضه بالكائنات الضعيفه زي الكلاب والقطط. الراحمون يرحمهم الله. طبعا. طب اعاده بناء البيت المتهالك، ده بتجددي زي ما بيقول لك ايه، قيم في بيتك من جديد. المراه مثلا يعني حصل انفصال او كده، فهي بترجع، بس بترجع بشروط، وبترجع بحاجات بيحطها على اسس يعني. والعكس ممكن هو كمان لما يجي يرجعوا لبعض تحط له شروط، واحد اثنين ثلاثه هيمشي عليها، فده البيت المتهالك اللي خلاص ده قرب يقع كده، فلحقناه، فدي طلقه اولى. تمام، بس هي يرجعها تاني يعني. اوكي. طيب لو شفت ان السقف بيقع بتاع البيت، موت الاب او موت الام او موت حد شايل البيت، يعني مثلا الاب والام مش موجودين، في الولد شايل عيلته، موت الولد ده حد رفع عماد البيت.
وحشه الرؤيه دي او 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 مثلا ما تلاقي الحيطه تهدد، الحيطه دي السند. فهو لا السقف يعني مستحب ولا السلم مستحب انه يقع، الثلاثه دول سيئه جدا. السلم برضو يعني هو اللي بيشيل البيت او كارثه بقى، كارثه كبيره وقوع السلم ده. طيب هدم الدار الجديده او المتهالكه، يعني لو شفت الاثنين انا بهدم البيت. الاثنين مصيبه ممان. الاثنين مصيبه، الهدم مش مستحب، الاثنين معناها طلاق وفركشه العائله دي، وممكن برضو هتحصل فتن في البيت ده هيقع. لو شاف ان مثلا امه او ابوه هما اللي بيهدموا البيت، معنى كده ان الام بتتدخل في امور ادت الى وقعه البيت ده. طيب نرجع ناخد شويه مسجات. زهراء حسن بتقول ماما حلمت بخالتها المتوفيه اسمها عايده، انها كانت بتنادي عليها وبتقول لها تعالي اقعدي جنبي، فراحت وشافت بيتها، فماما قالت ما شاء الله على جمال البيت ده، وقالت لها انا كنت بحلم دايما بالبيت ده، وخالتها قالت لها تعالي اقعدي معايا، فماما قالت لها هجيب اكل لريان ابن اختي وهجيبك. يعني ربنا يمد في يعني يا ريتني ما يا ريتني قريت المسج قبل ما اقول. ربنا يمد في ايامها يا رب، بس طالما حوار لسه لا ربنا يمد في ايامها. لكن لو بالفعل اتندى على الشخص من ميت وراح، ده موت، ده موت. لكن استنى اصبر عليا هاكل ريان، ريان ده لو طفل صغير حتى يبلغ الطفل الطعام بيبقى في غضون سنتين. مثلا لو ريان ده كبير يبقى لحد ما يمسك شغله. المهم يعني كل حاجه ليها حالها. ربنا يمد في ايامها يا رب. طيب معانا مسج من روان تقول حلمت اني كنت ماشيه في شارع منور عادي، وفجاه دخلت منطقه ضلمه جدا، وانا ماشيه في المنطقه لقيت اسود قاعده وعينيهم لونها اصفر، وجيت ابص لقيت اسد بيجري ورايا، فضلت اجري لحد ما طلعت من المنطقه دي لمكان منور، وبعد كده ببص ما لقيتش حاجه ورايا. بصي هي التزمت بالدين ثم بعدت من ربنا، فقابلت في وشها اعداء قد كده، وفي الـ وكمان قابلت مرض حتى اوشكت على الفناء، لان الاسد لما يطارد حد معناه ملك الموت. ولكن هي طلعت منه، طلعت منه ازاي؟ رجعت لله تعالى. فبصي كل من يحنف عن طريق الله تعالى فهو في يعني معرض للخطر، خطر من الانس والجن. ربنا يستر عليها. طيب في مسج تانية بتقول انا حلمت ان اختي خلفت ولد وهو جميل جدا، وانا شلت الولد ده وكنت فرحانه بيه جدا، وهي عايزه تسمي الولد اسم، فانا قلت لها انت لازم تسميه محمد عشان يطلع طيب وجميل زي محمد اخوكي. على فكره انا متجوزه وحامل في الشهر الخامس، اختي معاها ثلاث ولاد. معاها ثلاث ولاد؟ هي حامل. طيب هي اللي حلمت الحلم. هي يعني هي اللي حامل. حلمت الحلم لاختها. على فكره انا متجوزه وحامل في الشهر ما انا عارفه الحلم لاختها مش ليها بس مش كده. الحلم لاختها. هي قايله كده. الحلم لاختها. طيب بصي هقول لك على حاجه، هو الولد هنا كارثه مصيبه تمام. بما انها بتقول لها سميها محمد، يعني احمد الله تعالى على الابتلاء. هي بلد هو البيبي الولد وحش مش حال سيء، سيء جدا. حتى لو كان شكله جميل، كل ما زاد جماله كل ما زاد فداحه شره، شر المصيبه يعني. ايه ده؟ والله طيب بتعلم منك اهو. انا انبهرت. طيب ماشي. معانا مسج ثانيه من نور بتقول بحلم دايما اني في امتحان واني مش مخلصه الماده وخايفه خالص، ايه تفسير الحلم ده علما باني متزوجه؟ كل شويه بتمر بمحنات في بيتها، محنه تعقبها محنه تعقبها محنه، ومره يعني مش عارفه ايه، ما بتعرفش تعدي منها، يعني بتزداد سوء، لان الواحد لما بيعدي من الامتحان بيمر بمرحله هي ما بتطلعش، فهي بترجع لورا، فهي يعني تراجعات في بيتها بسبب المحن الكتير. ربنا يا رب يلطف بيها يا رب. طيب في مسج ثانيه من رشا بتقول حلمت اني قاعده مع عمتي المتوفيه وهي بتاكل، واختي حلمت بنفس اليوم برؤيه ان جابت لواحده معرفه اكل وبرده اكلت، ممكن تفسيره من فضلك ضروري. وسؤال طبعا بتاكل الميت لما بياكل محتاج صدقه، محتاج ان هو حد يمده بالدعاء،
لان طبعا الاكل ده اللي هو زي ما بقول لك ايه البنزين الحياه. اما بنزين الميت اللي انت تبستي عليه ادعيه كل شويه، دعاء قران، اعملوا صدقه، صدقه طبعا بالظبط كده. كل الحاجات دي هي في حجه ليها، لان بس في حاجه برضو احنا قلناها قبل الحلقه اللي فاتت، ان اكل الميت لوحده معناه نقصان لمؤن الحي. فشويه هتخسر في خساره ماديه شويه. طب معانا مسج تانية بتقول حلمت اني ان في واحده جارتي جايبه لي خبر وحش قوي وبتقول لي خدي بالك عشان في ناس عايزينك تقعي عشان يفرحوا فيكي وعايزين يشمتوا فيكي. اهاويل من الشيطان. كل ما يبث فيك الخوف والرعب والهلع وتصحي من النوم قلقانه ويحدث عداوه بينك وبين ناس بعينها، فهي كلها من الشيطان ونفخ الشيطان وحاجات ملهاش لازمه خالص. طيب احنا لسه مكملين طبعا مع صوفيا زايده وانبوكس احلامك اوامر، بس نطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين حلقتنا من انبوكس احلامك اوامر مع مفسره الاحلام صوفيا زاده. صوفيا احنا النهارده بنتكلم على تفسير رؤيا البيوت وبنائها او هدمها في المنام. تمام. طيب لو واحد حلم انه بيته بيتهدم قدام عينيه وهو واقف ما بيعملش طبعا حاجة. بني ادم سلبي، بني ادم شايف انهيارات في بيته ايا كان وضعها بقى، شايف مثلا عياله ماشيين في سكه خطا، بس هو ما باليد حيله، فهو بيتفرج، البيت بيقع وهو بيتفرج، شايف زوجته متمرده يعني ايا كان بقى بتتعامل ازاي، فهو معناه ان هو عديم الحيله، يعني حد عديم الشخصيه، ما عندوش ملوش كلمه في بيته. طيب لو حد شايف انه بيهدم بيت اهله في المنام. بصي هدم البيت ده شويه بيقصر في العلاقه او صله الرحم، وهدمها طبعا وقوع خلاص مش هيبقى، او وفاه لاحد الوالدين لو هم عايشين، لكن لو هم مش عايشين فهي ذكريات سابقه خلاص بيدفنها يعني، بس هي فيها حنين يعني حب قديم، يعني حنين مثلا لاصدقاء، فحد فيهم هيتوفاه الله يعني حاجه كده، لو خصوصا لو ظهر اسم حد مشابه لي. طب لو العكس، لو الوالد او الام او الاب بيهدموا بيت الزوجيه، ما انا بقول لك اهو انها بتتدخل في شؤون بيت ابنها وبالتالي بتوقعه من غير ما تحس. أوكي. او عن قصد الله اعلم. فهي ترفض، الزوجه ترفض فبيقع البيت. طيب نشوب حريق في البيت وانه الحريق ده بيلتهم وبياكل كل حاجه في البيت في المنام، ده سيء جدا طبعا، ده معناه فتن ومصايب ومشاكل كتير وناس واقعه في بعض كتير وبتاكل كل حاجه، يعني خلاص انهياره انهياره تماما، برضو دلاله من دلالات الطلاق والانفصال والبعد، وممكن يكون يعني فقر للبني ادم والعياذ بالله. طيب لو شفت البيت مرشوش بالماء او فيه مياه كتير يعني مصيبه، مبلول مرشوش مصيبه مش مستحب خالص، حتى لو ممسوح ولسه منديه الارض مش حلوه مصيبه. ولو غرق خالص تماما ده اللي هو أسوأ من ذلك، اكتر من مصيبه ايه مش عارفه اقول وحش كارثه غرق طبعا. طيب البيت المظلم والمضيء في الحلم، بيت ناس ايمانياتها عاليه اللي هو المضيء، وناس ما عندهاش ايمانيات خالص، وغير كده كمان بيرجع لعمار البيت، دول عمار البيت على صلاح وعلى خير، وانت معودهم على الذكر والقران فخلاص انت طوعتهم لارادتك على كده، ولكن انت فاتح طول النهار بقى اغاني ودبدبه وتطبيل ومش عارف ايه، فشيء طبيعي جننتهم خليتهم زيك. فيعني حاول ان انت نراعي الجيران، الجيران مش الجيران المقصد بيها اللي حوالينا، جيراننا اللي معانا في بيتنا. يعني في ناس صالحين فما تزعجهمش بكده، حط حاجه في ودانك واسمع مع نفسك. طيب البيت الضيق والبيت الواسع. طبعا ده الرزق، البيت الواسع ده زياده في الفلوس، رزق واسع ودخلت عمل جديد وكده، الضيق العكس ضيقه في المال، ديون متراكمات، يعني مش حلو الضيق طبعا، الواسع افضل.
طب كثره الغرف في المنام في البيت. بصي هقول لك على حاجه، هو انشق العلماء في الغرف دي. في ناس قالت لك انها كثره الغرف سعاده وفرحه وزياده ورزق. زياده بقى وعيال كتير وذريه ومش عارف ايه. في ناس تانية قال لك لا، ده الغرف دي معناها بعد الاشخاص عن بعض وانفصال، وفي يعني اسمها ايه الترابطات دي خلاص انهدمت واتقصت خلاص. انت قصدك بين كل واحد الزوجين، بين الزوجين والاولاد والاهل، كل واحد دخل اوضته بقى. الغرف الكتيره فمعناها كل واحد بقى في حاله، فهماني؟ فانشغالات، محدش مهتم بالتاني، محدش بيعرف، انشغال وانفصال. انا مع الراي ده بصراحه. والتفسير التاني كثره الرزق، ما هو كثره الرزق هيعمل ايه؟ كل واحد هينفصل بحاله، ياخد ماله. لكن لما يبقى مثلا طبق واحد بيتاكل منه هيبقى في جمع. أيوة، لكن صح. كل واحد بياكل في طبقه انفصال. فده رايي يعني. طيب واللي شايف بيت متزين كتير قوي والديكورات حلوه قوي، حلو، ده معناه ايه؟ حلو برضو زياده في افراح واخبار سعيده مقبله. وكل ما كانت الديكورات شيك وراقيه كده، معنى كده ان في العيال داخله جامعات فيها افكار كويسه، او في مدارس بتبث فيهم افكار على خير وعلى صلاح ومبادئ وقيم وحاجات حلوه قوي. فالديكورات دي ترجع على الاولاد، اولاد البيت هم اللي بيزينوا الدنيا، لان المال والبنون زينه الحياه. فهو طب. ده معناه الزياده في المال والاولاد. طب الوحل في البيت، يا ساتر يا رب. الوحل اللي هو الطين المعجن ده، الطينه المبلوله دي، كوارث ومصايب وموت كمان، مش حلو. وحش جدا، ربنا يستر. طيب اللي شايف في بيته فعل ما بيقبلش بيه في الحقيقه، معصيه مثلا بتحصل في البيت، فليبحث في اهل بيته. او يصلح من حال عمار بيته. ان هو يا جماعه والله دايما اقول سوره البقره دي ما تتقطعش من البيت. ويقول لك احنا مشغلين اذاعه القران الكريم على راسي وكل حاجه، بس سوره البقره متخصصه في عمار البيت، بتهديهم حتى لو كانوا متعفرتين ومتجننين وعاملين لك كوارث وبيظهروا كده وبجحه وعندهم جراءه، بيهدوا سوره البقره وبتمشي الناس اللي انا كده حياتي كده فيها الله سبحانه وتعالى. فهو غصب عنه هياخد حاله ومحتاله ويتوكل على الله. واللي هيرضى بالوضع هيقعد على صلاح. حلوة. طيب من راى ان حديقه بيته بتدبل في المنام، يعني شويه دي في يعني العيال هتحصل يعني حاجه كده فيها مرض ولا مصيبه. إيه؟ وعكه صحيه، يعني وعكه صحيه، بس لما تزهر تاني معناها يرجع ل او مثلا في كسر خواطر. ان اصلا الزرعه دي تعتبر العيل. فلما تلاقيه دبل معنى كده مكسور الخاطر. مكسور الخاطر. طب ايه اللي يكسر خاطر عيل؟ التمييز، او التنمر. كل الحاجات دي كسر الخواطر. فلازم ينتبه البني ادم في تعاملاته، يعني شوف اخوك احسن منك ازاي، شوف اخوك بيطلع الاول وانت مش عارف ايه، كل القصص دي بتكسر الخاطر. صح. حاول تتعامل معاهم بقى انسانيه. طيب اللي شايف ان بيته تحول الى دار عباده، ده حلو قوي. ده كويس. ده معناه ان هو فاتح البيت للضيوف، لان الضيف بيخرج معاه ذنوب اهل البيت لما تحسن ضيافته. فمعنى كده ان انت كثير التسبيح، فاتح بيتك للضيوف، حد كويس على صلاح، كريم. كريم طبعا. مضياف، حاجه حلوه، حلوه قوي. طيب الحبس في البيت وصعوبه الخروج منه، ان انا مش عارفه اطلع من البيت. يعني دي لو زوجه معناها قسوه الرجل. ده حبس. او مثلا البني ادم لو شاف نفسه هو عايش في بيته لوحده وهو محبوس فيه، فده وعكه تصيب، وعكه صحيه خصوصا في الرجلين، تصيبه تقعده بقى، فمش حلو الحبس. ولكن لو حبس بقى في بيت اهله فغصب عنه هيضطر يجالس والديه، برضه الوعكه صحيه. مضطر او برا عيل بار يعني. طيب شايف انه بيطرد ناس من بيته؟ لا، الطرد معناه ان هو فاق بقى، لان الطرد مش هتطردي حد على صلاح. فالطرد ده معناه ان البني ادم ده بعينه اللي هيظهر بيطرد. بعينه يبص في البيت السم. وهو اللي غرضه هدم هذا البيت. فالرؤيه دي بتبقى انذاريه. بس في حاجه تاني يا جماعه، يعني لا يراق دم المسلمين بالرؤى، ولا يعني ولا بتحط عليها حكم شرعي.
الرؤى، ولكن إذا وافقت واقع وتأكدتي من أركانها، يعني تأكدت أنها بالفعل الراجل ده في حاجات عندك ثوابت يعني، يبقى بالفعل لا الراجل ده ما يقعدش في بيتي، لازم يخرج. طب لو أنا حلمت أن أنا اللي بطرد من بيتي؟ آه صح. لا دي برضو مش حلوة، دي معناها يعني حد هيظلمك ظلم بين، حتة أن أنت تطلعي من دارك معنى كده يعني الواحد هيعمل. أولا بصي لو هو على صلاح يبقى ظلم هيقع عليه، تمام؟ لو هو على غير صلاح يبقى هو انسان هيعمل كارثه، فبالتالي هيدخل سجن، المهم هيطلع من بيته باي وضع. لكن هو على صلاح في ظلم، يعني دايما الصالحين مظلومين يعني. طيب دفن شخص في البيت ايه؟ دفن شخص ما في البيت معناه ايه في المنام؟ حق دفنه، يعني بصي هو حق يعني بيني وبينك سر، واحنا يعني دفناه خلاص، يعني انا بيني وبينك عيش وملح، ما ينفعش اطلع سرك، فده معناه خلاص ده البيت مقبره يعني خلاص قفلنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان البني ادم ده بيته زي ما بيقول لك ايه مظلم، بيته مظلم، ويعني المقبره دي ظلم يعني ضلمه، مقلل مقلل من علاقته بالله تعالى، فخلاص اصبحت زي المقبره، فلازم بقى يعيد حساباته تاني. لا تجعلوا بيوتكم خربة، صحوها كده بالإيمانيات. طب لو حد شايف أنه مرتاح في بيته على وضعه الحالي في المنام، حلوة دي، دي معناها هدوء سره، معناها ثبات لرزقه، طبعا الثبات من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هي بشارات يعني أنه هو خلاص الدنيا هتروق معاه وهتهدى كده، وعياله كمان هيشوفهم بصحة وعافية، فحلوة. طيب سلمى النجار بتقول حلمت ان بابا بيديني طبق فيه رز ولحمه وبطاطس وكان طعمهم عاجبني جدا وانا كلت الطبق كله. حلم تاني حلمت ان الثلاجه بتاعتي بابا عايش ولا مش عايش، لان تفرق. بتقول ان هي هو عامه مش عارف. بصي عامه الاكل والخضار ودي دي معناها وليمه قادمه بسبب حدث سعيد، وهو بيديها لها، فايه معنى كده انها مشاركه وليست صاحبة الفرح، مشاركة. لو تكون نجحت او ثانوية عامة او حاجة، عشان هي عندها 16 سنة بس. بس ما هي مشاركة، ما انا بقول اهو. يعني فرح لاختها، فرح لبنت خالتها، ايا كان. طيب معانا مسج من مريم بتقول حلمت ان جوزي كان عامل لي مفاجأة سفرية للمالديف. عشان نفسها يعني. حلو. اوكي فرحت جدا وفرحت البيت، يعني راحت البيت عشان تلم شنطتها، فجاه لقت والدها المتوفي قاعد على السرير، فقالت له مالك يا بابا؟ قام مد ايده بيشاور لها على صباعه وبيقول انه عنده فطريات بين صباعه. انا مش عارفه هقول لك بقى. بصي هي طبعا منشغله بالمال، لان مالديف اولها ايه؟ مال، فهي اشتقاق من كلمة، أي كلمة غريبة داخلة في حياتنا بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تاخد منها مشتقاتها اللي هي فيها اللغة العربية مال، فهي منشغلة بالمال، وأبوها قاعد زعلان عشان فطريات الصباع، أيا كان الصباع فهو الأولاد، ولما يبقى فيها فطريات فهي عندها حاجات ذنوب وعندها انشغالات ومفيش اهتمام بالله سبحانه وتعالى، خصوصا لو كان الصباع ده ده اللي هو الاهتمام بالله، تشهد بالظبط كده، فاعتقد ان هو السبابه. فخلي بالك شويه، بس زي ما بص على الدنيا بص على الدين. والله طيب ياسمين بتقول حلمت ان واحد زميلي كان راكب موتوسيكل وفضل يمشي ورايا وبعدين وقفني وقال لي انا كنت في امريكا ورجعت من اسبوع، اداني 100 جنيه قال لي 100 دي انا جايبها لك من امريكا، وهو كان ماسك محفظته وفيها خمسينات كتير. طيب بصي انا مش عارفه طبعا علاقتهم ببعض ايه، بس هي بتقول زميلي ماشي، بس هو واضح ان هو غير كده، بيمشي وراها ويتابعها، هو عنده امر في الاول لما بعد عنها، يعني واضح ان هم كانوا بيحبوا بعض وسابوا بعض، ففي امر جاله امر بالبعد، ايا كان الامر ده، الأمر ده حد أرغمه على البعد منها، سفر أرغمه على البعد، فهو هيوضح ويظهر ليه بعده. بس خلي بالك الموتوسيكل اشتقاق من كلمة موت، فهو مش مستحب علاقتك بالراجل ده، مش على خير يعني، الله أعلم.
صوفيا حلقتنا خلصت حبايبي، الوقت بيجري معاكي كالعاده، انا ببقى سعيده معاكي وعسادة مشاهدينا. احنا بنتبسط جدا بحلقتك ودايما بتنورينا. اشكركم، ميرسي يا صوفيا، ميرسي يا قلبي، ميرسي يا بيبي، ميرسي يا حبيبتي. احنا كده حلقتنا من انبوكس احلامك اوامر خلصت، نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد، وملكه الاحلام صوفيا زاده. We'll be right back.